مرحب بمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة شعارنا في الحلقة كاس يا أهلي. مباراة مهمة جدا جدا، بنتكلم عن غياب أكتر من 10 سنوات النادي الأهلي ما قدرش يحصد بطولة الكاس. في تركيز كبير جدا جدا من الكابتن حسام البدري وكل اللاعبين، عشان كده النهاردة شعارنا في الحلقة الكاس يا أهلي. ولما نتكلم على الكاس يا أهلي يبقى الكل يقدم الدعم، الكل يقدم المساندة، الكل يقف ورا فريق النادي الأهلي بعيد عن الكلام واللغط والكلام الكثير اللي بيحصل. ده المهم، المساندة والدعم لفريقنا اللي احنا بنعشقه. عارفين كمان اللي في مباراة مهمة جدا النهاردة ما بين برشلونة وريال مدريد، لكن عندنا الأهلي أهم. الأهلي لازم طول الوقت نتكلم مع جماهير، ولازم طول الوقت نتكلم عن تحفيز الفريق. كالعادة في البداية نروح نطمن على فريق النادي الأهلي من زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير برحب بيك. ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أمير قول لنا إيه اللي حصل في التدريبات النهاردة، القائمة اللي اختارها الكابتن حسام البدري، طمني على الإصابات اللي موجودة، مين دخل القائمة ومين لا، اتفضل يا أمير. تمام، خليني ابتدي معاك سريعا بالقائمه. كابتن شادي اختارها كابتن حسام البدري، هو اختار 23 لاعب في حراسه المرمى: شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل عبد المنعم، في خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيعه، علي معلول، صابر رحيل، في نص الملعب حسام غالي، عمرو سليع، حسام عاشور، عبد الله سعيد، صلاح جمعه، اكرم توفيق، في خط الهجوم احمد حمودي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور اجاييه، عمرو جمال، وعماد فتحي. دي القائمه اللي اختارها كابتن حسام البدري للمباراه. في المقابل استبعد كابتن حسام البدري كل من عمرو بركات وحسين السيد وعمر رضوان لاسباب فنيه. لكن بالنسبه للاصابات، طبعا الاثنين الغائبين الوحيدين عن المباراه دي هم سعد سمير وكريم ندبت. سعد سمير زي ما احنا عارفين عنده شد في العضله الاماميه، بيتعافى منها خلاص على وشك ان شاء الله ان هو يتعافى منها قريبا. نفس الحال بالنسبه لكريم ندبت، واللي عنده شد في العضله الخلفيه، واللي كان عندهم النهارده برنامج تاهيلي نفذوه تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. لكن في المجمل يا كابتن شادي، نتكلم عن مران الفريق النهارده وكواليسه. قبل المران كان في محاضره من كابتن حسام بدري للاعبين، استمرت حوالي ساعه الا ربع بالتحديد. كابتن حسام بدري اتكلم اكيد وركز بشكل كبير جدا على مباراه المصري واهميه هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، ايضا اهميه الفوز ببطوله كاس مصر خصوصا ان هي بعيده عن النادي الاهلي بقى لها فتره كبيره، ومهم جدا النادي الاهلي ان شاء الله يفوز بالمباراه دي. لاعبي النادي الاهلي طبعا عندهم الدوافع الكافيه جدا ان هم يفوزوا في مباراه زي دي، مباراه المصري. زي ما احنا عارفين كل جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش اقل من الفوز طبعا في المباراه دي بالتحديد، وايضا خصوصا ان هي في نهائي كاس مصر وبطوله اكيد مهمه لكل جمهور النادي الاهلي. المباراه النهارده ابتدى كان في بعض الجوانب البدنيه الخفيفه، كابتن حسام بدري نزل بالاحمال البدنيه بشكل كبير، خصوصا خلاص ان لاعبي النادي الاهلي كلهم في جاهزيه بدنيه عاليه جدا، وشفنا الاداء يمكن كان اكثر من رائع في مباراه سموحه. ان شاء الله نشوف نفس الاداء ونفس النتيجه ان شاء الله امام فريق المصري. مع خلال المران كان في برضه تدريبات كوره كده خفيفه برضه بالنسبه للاعبين، لكن كان الجزء الاهم وهو الجزء الاخير في مران فريق النهارده كابتن شادي، واللي هي كانت التقسيمه اللي كانت تحت اشراف اكيد الجهاز الفني بالكامل وبالتحديد كابتن حسام البدري، ويمكن تقسيمه شارك فيها كل اللاعبين بشكل جيد وبشكل اكثر من رائع، وواضح عليهم الجاهزيه التامه وواضح عليهم التركيز الشديد في خلال المران، يمكن نتج عن التركيز والجاهزيه وطبعا عن الحماس الشديد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. كلمتين احمد حمودي والمؤمن زكريا، يمكن هم قدروا ان هم يكملوا المران ده بشكل طبيعي جدا وجاهزين بشكل كبير طبعا لمباراه بعد بكره. ايضا مع نهايه المران كان في تدريبات على ضربات الترجيح تحسبا طبعا دي وصول المباراه للاشواط الاضافيه، وايضا ضربات الجزاء الترجيحيه. لكن ان شاء الله النادي الاهلي ولعبته قادرين ان هم يحسموا المباراه من بدري ان شاء الله، ويسعدوا كل جمهور النادي الاهلي من خلال مباراه فريق مصر ان شاء الله بعد بكره. لكن الفريق كله جاهز يا كابتن شادي، كل اللاعبين جاهزين وادوا التدريبات بشكل جيد. امير حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا، لو عايز نتكلم على التشكيل يا كابتن شادي المتوقع، يمكن الاقرب اللي يبتدي بيه كابتن حسام بدري واللي باين النهارده نسبيا خلال المران هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، امام رباعي الدفاع طبعا محمد نجيب، رامي ربيعه، ناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين هيكون متواجد احمد فتحي خصوصا بعد عودته وجاهزيته طبعا كان موقوف ماتش سموحه. في نص الملعب الاقرب طبعا عمرو السلية وحسام عاشور، ويمكن حسام غالي يكون في الصوره لان حسام غالي النهارده عمل مران اكثر من رائع، كان جيد جدا خلال التدريبات.
في خط الهجوم او السلت الامامي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عبد الله السعيد اكيد هيكون بادي المباراه، احمد حمودي، وليد سليمان، وجونيور اجاي المهاجم الوحيد. لكن في فكره عند الكابتن حسام البدري انه ممكن يبتدي بجونيور اجاي وينج بالنسبه للنادي الاهلي مع البدء سواء بعماد نتعب او عمرو جمال كمهاجم، لكن الاقرب ان جونيور اجاي هو اللي هيبتدي المباراه، والاقرب هو ده التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي. الفريق طبعا اتحرك النهارده بعد المران في اتجاه الاستاد، او اتجاه طبعا احد الفنادق القريبه من استاد الجيش برج العرب. ان شاء الله قبل مباراه الكلاسيكو بالتحديد هيكون في محاضره من كابتن حسام البدري ايضا. احنا عارفين كابتن حسام البدري دايما بيركز على المحاضرات مع اللاعبين، وخليني اقول لك ان في شكل تكتيكي يا كابتن شادي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري، واضح النهارده خلال التدريبات ان في بعض الجمل التكتيكيه او بعض الواجبات التكتيكيه اللي بيحفظها لاعبين النادي الاهلي خلال المران. واضح ان كابتن حسام عنده تكتيك معين عايز يبتدي بيه هذه المباراه. الفريق طبعا هيكون عنده محاضره قبل الكلاسيكو، وبعديها هيتفرج الجهاز الفني باللاعبين كلهم على مباراه ريال مدريد وبرشلونه، وان شاء الله بكره هيكون في محاضره اخرى وهيكون في المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي مساء. وان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراه بعد غد ان شاء الله، ويفرح كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. خير. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، امير انا بشكرك شكرا جزيلا. زي ما امير كان بيتكلم في مباريات نهائي بيبقى لها تركيز خاص، والنادي الاهلي دايما معودنا اللحظات الاخيره او بطوله الكاس او بطوله الدوري او بطوله افريقيا، هو الناس بتقاتل واللعيبه بتقاتل والجهاز الفني بنراهن عليهم في المباريات الكبيره طول الوقت، وكانت رساله محترمه، هو ده اللي احنا بندور عليه في مباراه سموحه الاخيره اللي فاز النادي الاهلي، مباراه وان سايد جيم، تركيز من كل اللاعبين، سيطره كامله في جميع انحاء الملعب، ده هو اللي احنا بنتكلم عليه. الاهلي بشخصيته بامكانيات لعبته بامكانيات جهازه الفني لازم يبقى هو الفعل طول الوقت. مش هتكلم عن مباراه وحسابات خاصه والكلام ده كله، هي مباراه كاس والنادي الاهلي 10 سنين البطوله غايبه، فمن هنا بنقول الكاسي اهلي. ما دام بنقول الكاسي اهلي خلينا استعرض مع حضراتكم الاسماء مره ثانيه اللي موجوده في المعسكر. عندنا ثقه كامله في اللعيبه كلها، كابتن حسام ربنا يوفقه يحط ايده على التشكيله المناسبه للمباراه، وزي ما قلت دايما المباراه المهمه بتلاقي الجهاز الفني واللاعبين على قدر المسؤوليه. هستعرض مع حضراتكم مره ثانيه الاسماء اللي موجوده في المعسكر: لحراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيع، علي معلول، صبري رحيل. كمان في وسط الملعب حسام غالي، عمرو السليه، حسام عاشور، عبد الله السعيد، صالح جمعه، اكرم توفيق. خط الهجوم احمد حمودي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور اجاي، وعمرو جمال، وعماد متعب. في اثنين مصابين سعد سمير وكريم ندفد، والاسباب فنيه معانا عمرو بركات وحسين السيد. اللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب وده شعارنا. قبل ما نتكلم في نقطه مهمه جدا عشان نتكلم على عدم التعصب وكل واحد يتحمل مسؤولياته، نروح نشوف معنا تقرير مهم جدا وهنقول فيه الكاس يا أهلي. الكاس يا أهلي هتاف تردده الجماهير العاشقة للمارد الأحمر على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو الهتاف الذي كان سيرج أرجاء ملعب الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل لولا إقامة المباراة بين الأهلي والمصري بدون جماهير في نهائي كأس مصر. 35 لقب كأس مصر هي حصيلة النادي الأهلي من ألقاب البطولة المصرية الأعرق التي انطلقت عام 21 كان آخرها عام 2007، وكان ذلك على حساب الزمالك في المباراة الشهيرة والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. مباراة الثلاثاء المقبل تحمل أهمية كبرى بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، فالفوز بالبطولة يمثل لهم الكثير في موسم مليء بالإنجازات وشهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية
على مستوى بطولة الدوري، فاللاعبون يحلمون بإضافة الثنائية المحلية وكذلك الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 10 سنوات، فضلا عن أن الفوز باللقب سيمثل دفعة معنوية هائلة للفريق قبل مواجهتيه الهامتين أمام الترجي التونسي في الشهر المقبل في ذهاب وإياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. ورغم الغيابات العديدة التي يشهدها فريق الكرة سواء للإصابة أو لعدم قيد الصفقات الجديدة، إلا أن اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق كلهم حماس وإصرار على الفوز بالكأس وإسعاد الجماهير الحمراء بغض النظر عن الأسماء التي كانت ستشارك في المباراة. وبدأ الأهلي مشواره في كأس مصر بالتفوق على الألومنيوم ب6 أهداف دون رد، ثم على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، بعدها أطاح بوادي دجلة ب4 أهداف مقابل هدف قبل أن يضرب سموحة في الدور نصف النهائي برباعية دون رد. كاس يا اهلي، دايما وانت بتدور على الهدف بتاعك او عايز تحقق بطوله، كنا اتكلمنا قبل مباراه سموحه عن 4 نقاط مهمه: الالتزام داخل الملعب، القتال في الكور المشتركه، مش معناها ان انا القتال ان انا اذي زميلي، لا، القتال في الكور المشتركه من اول دقيقه بقول انا موجود، كمان روح الفانيلا الحمراء اللي هي في اسلوب الضغط، وانا بضغط اضغط ضغط جماعي ويبقى مش لعيب بيضغط لوحده فالخط اللي بعديه بيبقى بعيد وهكذا، فده مش ضغط. الضغط من اول دقيقه اللي انا ابقى الفعل، الضغط من اول دقيقه للفريق الكبير، ما ينفعش الفريق اللي امامه يستحوذ على الكوره وقت طويل، والكوره لما بتبقى في رجليك ما بقاش في خوف ولا بيجي في مرماك هدف طول ما الكوره معاك. فمن هنا اكيد الكابتن حسام واللاعبين عارفين الكلام ده كويس، لكن بناكد مره تانية على النقاط المهمه فقبل المباراه النهائيه وحتى المباراه العاديه، لما بيبقى موجود الحاجات اللي احنا متفقين مع بعض عليها الاهلي بيبقى مختلف، الاهلي بيبقى غير، الاهلي بيبقى افضل. كمان مع استغلال الفرص، لما نتكلم المباراه الاخيره امام سموحه، للنادي الاهلي في البدايه كان فيه فرصتين اهداف حقيقيه، لكن بعد كده كل الفرص اللي اتيحت لخط الهجوم او القادمون من الخلف في الخطه اللي بيلعب بيها الكابتن حسام، قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب فوز محترم، فوز كبير، فوز يؤكد احقيه النادي الاهلي اللي هو في المباراه النهائيه. ف تعبت، اجتهدت، وصلت المباراه النهائيه، الاهم اللي انا بتكلم فيه عشان تفرح جمهورك، وده بيبقى حافز من كل المدربين وبيحصل كده في غرفة الملابس، ان تلاقي المدير الفني بيقول لك الملايين لازم تفرحها، فده بيبقى من اسلوب التحفيز. واكيد اللعيبة عارفة حجم شعبية النادي الاهلي وجماهيره، اللي هي ما دام رحت للمحطة الاخيرة لازم تقاتل عشان تفرحني وتفرح الاهلاوية كلهم. اكيد اللعيبة عارفة الكلام ده كويس جدا. واللي انا كمان عايز اقوله وباكد عليه النقاط المهمة اللي احنا متفقين عليها: الالتزام، الروح، الضغط من اول دقيقه لاخر دقيقه، هو ده الاهم اللي نشوفه في المباراه. اللي انا عايز اتكلم فيه والاهم بالنسبه لي، مش هقول المباراه ليها حسابات خاصه، مش هقول تعصب، مش هقول، دورنا اللي احنا نوجه رساله لجماهيرنا المحترمه اللي هتبقى موجوده في المباراه، 50 100 200، كل واحد لازم يتحمل مسؤولياته. فمن هنا اتمنى من كل حد اهلاوي هيكون موجود في المباراه يلتزم بالروح الرياضية، يشجع فريق النادي الأهلي، هتافه يوصل لنا، كل اللي هيبقوا موجودين في الاستاد عايزين هتافهم في المساندة والدعم للفريق يوصل لنا كلنا، وأنا أعلم إن جماهير النادي الأهلي الوفية بتعمل الكلام ده كله. فهنا دي رسالتي لجماهير النادي الأهلي اللي هتبقى موجودة في المباراة، ممكن يبقوا 100، ممكن يبقوا 200، ممكن يبقوا 250، زي ما يكون الرقم، هو مش ده طبيعي اللي في مباراة نهائية ووعود كتير كل شوية الجماهير هترجع، ان يبقى ده العدد، مش مشكلة، بنتعامل مع الامر الواقع
ولكن كل واحد يتحمل مسؤولياته وده الأهم. ودي النصيحة كبرنامج من قبل المباراة، كفاية العبث اللي بيحصل على الفيسبوك، ده يتكلم كتير وده يقول كلام وده يهين دوت وده يقول حاجات غير مسؤولة، وفي الآخر تلاقي اللي بتزلم الناس اللي بتروح تشجع كانوا 100 كانوا 50 كانوا 200 وفي التأول، واللي بيعمل كده وبيصير الفتنة بتلاقيه مستخبي تحت الترابيزات ويعمل نفسه ما عملش حاجة. في ناس كده، في نوعيات كده بتحب الأذى وتحب اللي هي تختلق المشاكل وبتخلق تعصب بشكل كبير. فمن هنا نصيحتنا لجمهورنا المنوط بينا اللي احنا نتكلم عنه طول الوقت، اللي يبقى موجود في الاستاد يشجع الفرقة، يبقى موجود بيساند نسمع صوته، الكاس يا أهلي، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. أما لما نتكلم على أي جمهور تاني فبرضه لازم نلتزم بالروح الرياضية. أي جمهور شجع فرقتك، ساند فرقتك، غني لفرقتك، غني لمدربك، اعمل اللي انت عايزه، لكن مش عايزين تعصب، مش عايزين خروج عن النص، واللي يكسب نقول له مبروك، وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يكسب وهو اللي حقق الكاس، لان ده طبيعي للمشوار تركيز اعلى، لكن الكلام لوحده مش كفايه، بالمجهود والتعب والعرق اكيد ربنا بيوفقك. عشان كده ربنا يوفق الكابتن حسام في اختيار التشكيله المناسبه، وايا كان مين هيلعب يبقى متحمل مسؤوليه كبيره اللي هو عليه طول الوقت او مطالب طول الوقت، اللي هو يسعد جماهير النادي الاهلي الوفيه المحترمه المخلصه. كمان عايز اتكلم على بعض المواضيع. قلت لكم قبل كده لما بنتكلم وبنفتح قضيه ما بنسيبهاش في مواضيع كتير جدا، سواء اللائحه الالزاميه اللي بيتقال عنها او سواء النادي الاهلي لما بيوجد حلول. استغربت جدا، المفروض اللي انت بتقول لائحه استرشاديه، فتلاقي هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه في احد المداخلات شفته واستغربت بشكل كبير، وهو بيتكلم على خلاص هو عمال يوجد مبررات وعمال يوجد كلام من وجهه نظرنا غير منطقي وغير طبيعي، وقال لك لو على يومين يبقى اهدار المال العام. فانا رسالتي السريعه، اتكلمنا وشرحنا لكل اهلاوي وشرحنا الوضع عامل ازاي وايه الاهداف، محدش رد علينا. ايه الاهداف من اللي انا فرد العضلات؟ وايه الاهداف من اللي انت مش عايز توجد حلول؟ ايه الاهداف؟ ايه الاهداف اللي انت تبقى متعنت مع نادي بحجم النادي الاهلي بجمعيته العموميه بجماهيره العريق؟ ايه الاهداف؟ محدش عايز يقول. وكل يوم ب100 راي و100 لون. يوم نقول لا احنا مع اليوم، ويوم نقول احنا مع اليومين، مش فاهمين. فاحنا بنوضح للمره المليون، احنا مع راي نادينا، مع جمعيتنا العموميه، مع جماهيرنا، اللي البعض منا يختلف براحته، يختلف زي ما هو عايز، ولكن حط الاهلي قدامك، اللي محدش يفرض الوصايه عن النادي الاهلي، وما تخليش كرهك لاشخاص يخلوك بتبعد عن ناديك، هو ده الاهم. الاهلي الاهم، الكيان الاهم. فمن هنا لو سمحت يا استاذ هشام رئيس اللجنه الاولمبيه، ما تكلمناش عن اهدار المال العام، لان لو فتحنا الملف ده هتسمعوا كلام غريب وعجيب في اتحادات بيحصل فيها امور صعبه جدا جدا، ومنها اتحاد الفروسيه. تاني، منها اتحاد الفروسيه. فمحدش يكلم النادي الاهلي عن اهدار المال العام، روح اتعلموا كلكم النادي الاهلي عمل ايه في سنتين ودخل ايه للنادي من ارقام كبيره في ظروف بيمر بيها مؤسسات كبيره وضخمه، بظروف صعبه وظروف اقتصاديه صعبه. وهرجع اقول جمله قلتها لكم من شهر وانا ما بنساش، لما تيجي تعمل لائحه استرشاديه حتى الجمله بيقول لك اتكلم، اعمل حوار. اعتمدت على ال 28 العربيه، انا اكيد مش بتريق ولا بقول الكلام ده، ولكن اعتمدت اللي الكبير ما يبقاش موجود، اعتمدت العربية فيها امكانيات كبيرة واحدث موديل، ورحت تدور على العربية لما الدنيا تبقى حر شويتين تكحكح وتقف منك وتوقف الطريق. انتوا عملتوا كده، هي دي الحقيقة. وكمان مدام عايزيني اتكلم اكتر من كده، هنا هخاطب سيادة الوزير ايضا اللي انا بحترمه على المستوى الشخصي، شخصية محترمة، في حاجات بيبذل فيها مجهود كبير بحييه عليها،
وفي حاجات لازم يبقى في حوار معانا ونختلف بكل احترام، وده ما حصلش مننا غير كده. فمن هنا يوم نسمع اللجنة الأولمبية ملهاش علاقة باللائحة الاسترشادية، وفي أحد المقابلات التلفزيونية في قناة النيل اللي احنا شاركنا بنسبة، حتى على مستوى النادي الأهلي اللي عايز يعرف الحقيقة، النادي الأهلي لما راح المفروض اللائحة الاسترشادية خلاص الوزارة بتقول إن اللي حط اللائحة الاسترشادية دي اللجنة الأولمبية، هنقول أمين ونقول تمام. راح النادي الأهلي يتكلم في مجلس الشعب، المفروض راح يتناقش مع اللجنة الأولمبية ويتناقش في اللائحة الإلزامية اللي محطوطة دي، لا أمين اللي بيناقشه، لا سيادة الوزير. طب هو هنا سيادة الوزير ليه علاقة ولا ملهوش علاقة؟ فده اللي احنا عايزين الردود دي. كان فين هشام حطب في اللجنة الأولمبية؟ ما كانش موجود ليه يناقش النادي الأهلي؟ أنا برضو هفضل أقول هنبني الدولة صح، هنبني الدولة صح، هنبني الدولة صح لما تبعد، لما يبعد تضارب المصالح، لما يبقى حد أنا النهاردة عايز أختصم رئيس اللجنة الأولمبية في حاجة هو ماشي فيها غلط، أرجع لرئيس اللجنة الأولمبية أنه عقل وأنه ديني يقول كده، أنه عقل، أنه اللوائح الاتحاد الدولي والميثاق الأولمبي بتقول لي ما ينفعش رئيس اللجنة الأولمبية يبقى رئيس اتحاد، لا ده موجود، وتلاقي ناس عمالة تزيد وتطبل بجد وتكذب بجد وتشتغل ضد النادي الاهلي بجد وتدعي الاهلاويه. ده اللي موجود. عايزيننا نطلع اقول ايه كقناه نادي؟ امشي طريق غير طريق ناديه؟ مش هنعمل كده. تضغطونا بصفحات مشبوهه ملتزقه بيشتغل على اللايك والشير ويدخل له فلوس والاوانطه دي مش هنعمل كده. الاهلي الاهم، واللي يقولوا الأهلي كلنا وراه بعيد عن أشخاص. مرة تانية وتالتة ومليون في محترمين بنسمع كلامهم ونستشيرهم ويعرفوا نجومهم كويس قوي ويعرفوا قد إيه، ونعرف إحنا كمان قد إيه بيعشقوا النادي الأهلي. لكن صفحات اتخلقت عشان تبقى مشبوهة وتشتغل ضد ناديها ومعميين عن كلمة الحق، دايما عاوزين حق يراد به باطل. واوعى تفكر ان الكلام ده يأثر فينا، لان تعبنا في النادي الاهلي ونعلم تماما اللي فيه ناس محترمة ما بتقبلش غير بالصح. وهنفضل نقول كل يوم يا اعضاء الجمعية العمومية يوم في نصر النادي الاهلي 25 و26، وانا بقول لحضراتكم ان شاء الله هيروح اكتر من 12 ونص، يوم في محبة النادي الاهلي، واللي ساكت واللي مستخبي واللي مش عايز يتكلم واللي بيشتغل ضد ناديه هنشوف احنا كلامنا صح ولا كلامنا غلط، حتى لو ما جاش ال 12500، مع اني انا واثق وكل ثقة في اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي، لان الناس لما اشتغلت وابتدى يسربوا المعلومات الكاذبة اللي نكروها بعد كده، النادي الاهلي كان بيشتغل لمصلحه مين؟ نصره لاعضاء الجمعيات العموميه، اشتغل لرفعه الجمعيه العموميه واللي محدش يبقى واصي عليهم، والتاريخ هيكتب ده، والتاريخ هيكتب ده. هي دي الحقيقه اللي طول الوقت بتكلم فيها مع حضراتكم. ولو عايزين تعرفوا حاجات كتير اكتر واسمحوا لي، اي حد بيبقى في محنه انا هتكلم، ومش جماهير الاهلي مرت بظروف صعب. انا بس قبل ما اخرج من الموضوع، رسالتي لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اصل الفيسبوك واللي مفكر نفسه مؤثر في محترمين بيمشوا مع النادي الاهلي، وفي البعض ليه اهواء، فانا هنا بيفكر اللي هو مؤثر وهو لا قيمه له من الاساس. فهنا بخاطب اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ومش عايز اعمل تفرقه، حتى دي بيعبثوا بيها، تقول فرع ولا فرعين، كلنا كله ولاد النادي الاهلي، كله ولاد النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. هو الاهلاوي اللي بيشجع النادي الاهلي في اسوان ولا بيشجع النادي الاهلي في دبي ولا بيشجع النادي الاهلي في السعوديه ولا في امريكا ولا في سويسرا ولا في كندا، مش هو هو اللي بيشجع النادي الاهلي في القاهره؟ ولا ده على راسه ريشه؟
كفاياكوا نفاق وكذب على الناس. فمن هنا أعضاء الجمعية العمومية 25 و26 كلمة الحق هتظهر. أتمنى أشوف 30,000. عارفين ليه؟ لأن الأهلي يقود ولا يقاد. الأهلي لو عمل كده ونجح والله الكل هيمشي وراه. وإحنا طول عمرنا بناخد الخطوة مع كل مجالس الإدارات للنادي الأهلي، تاخد الخطوة والناس كلها تمشي ورا النادي الأهلي، سواء في عقود لعيبة لما اتعمل 25% و25% على الشهور و50% على نسبة الماتشات. الأهلي عمل كده، كل أندية مصر عملت كده وغيره. اتعمل جروبات، تلاقي الأهلي هو أول حاجة، دخلات أكثر مراعي والباقي كله يكمل ورا النادي الأهلي. فمن هنا رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، ومش هفرق ما بين حد زي ما البعض بيحاول يعمل فتنة كالعادة، وهقول قوتنا في جماعتنا، قوتنا في ايدينا الواحدة، قوتنا في الترابط، ومحدش يدخل ما بيننا. واسم الأهلي هو اللي يعلو بعيد عن الأشخاص والأفراد، اسم الأهلي هو اللي يعلو. فمن هنا أنا قلت لكم وشرحت لكم خلاص، اتكلمنا كل حلقة بنتكلم وقلنا مش هنسكت عشان نظهر الحقيقة للناس. في حاجة غلط في النص؟ في حاجة غلط مش فاهمينها. في تورتاية وتوزعت؟ في تورتاية وتوزعت. في أمور غلط في لوايح؟ في أمور غلط في لوايح. عارفين للي بيقول لك القرار كله في اللجنة الأولمبية والحقيقة كلها مع اللجنة الأولمبية، عايزين تعرفوا الحقيقة؟ هي فعلا المادة 4 بتدي كل الصلاحيات للجنة الأولمبية. ورجعوا للي هم بيتصيدوا الاخطاء، دوروا ورا كلامنا وهتعرفوا اللي احنا بنتكلم صح. ارجعوا في اللائحه الاسترشاديه في الماده 20 والماده 21 هتلاقوا كل الحق بيتاخد من اللجنه الاولمبيه تاني وبيروح للوزاره من تاني. لكن انا اتكلمت مع حضراتكم في خطوط عريضه. بنحب نادينا وبنخاف عليه، ولما يبقى لينا حق بنقاتل فيه. ولو عايزين تعرفوا ايه الحق اللي قاتلنا فيه من قريب قوي، لما جماهير النادي الاهلي كل مشاعرها اتحركت عشان الاهلي كان بيتعرض لظلم وبيتعرض لضغط بدون وجه حق في مباراته امام نادي الزمالك اللي هي مباراه النادي الاهلي، والكل عايز كان بيحاول جو المؤامرات اللي احنا دايما ما بنتكلمش عن جو المؤامرات لان الاهلي اكبر من الكلام ده بكتير. والمباراه كان عايزين يلعبوا النادي الاهلي بدون وجه حق في الجون. المباراه اتلعبت فين؟ المباراه اتلعبت في استاد برج العرب زي ما النادي الاهلي عاوز، عشان كان بيقاتل على حقه. ما يقدرش مخلوق اللي هو يتدخل في الاهلي وهو بيقاتل على حقوقه يسلب الحق منه، لان اعضاء جمعيته العموميه انتفضت وجماهيره من كل انحاء مصر. مشهد ولا اروع التاريخ هيكتبه، والجماهير بتحتضن لاعبتها ومجلس ادارتها ونسيوا الخلافات. لو انت بتختلف مع حد اوكي، لكن ساعه لما الاهلي حد بيقرب منه الكل بيبقى ايد واحده. واسالوا مواقف كتير جدا جدا جدا. قبل ما اروح اسمع اعضاء الجمعيه العموميه كالعاده بنسمع كل الناس، بيبقى معانا تقارير من الجماهير وتقارير من أعضاء الجمعية العمومية، عايز أتكلم في نقطة جوهرية وبخاطب فيها سيادة الوزير. الأب الشرعي لكرة القدم هو اتحاد كرة القدم. المسؤول عن المنظومة واللي بينظم الدنيا هو وزارة سيادة الوزير خالد عبد العزيز، والمفروض وزارة الشباب والرياضة. وبنتكلم على دعم شباب كتير. وقلت لكم قبل كده لما بتكلم في موضوع مش بنسيبه. وعمرنا ما بنتخلى سواء عن اي حد اهلاوي او غير اهلاوي. زي ما جمهور النادي الاهلي اتكلمنا عن بعض الامور اللي احنا بنحترم المؤسسات ونحترم القضاء، هتكلم مره واثنين وثلاثه ومليون عن جماهير النادي الاهلي اللي اتوعدت اللي هي تخرج من البدايه. النهارده قعدوا اكتر من 6 شهور، خرج 3-4 وناقص اعتقد 6-7 موجودين. فمن هنا
لازم يحصل تدخل، عشان النهارده سيادة الوزير بيحضر في اجتماعات كتير لدعم الشباب، وتقال لنا طول الوقت 2016 2017 2018 هو عام الشباب، اللي يغلط يتحاسب بالقانون ويطبق عليه القانون. انا شفت مداخله هي دي كمان اللي خلتني اتكلم لاحد اسر نادي الزمالك، ومن هنا حتى لو احنا قناه نادي وقناه فئويه والمنوط بينا نتكلم على النادي الاهلي، لكن واجبنا قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي نقف جنب شباب. وارد يبقى فيه امور خطا، وارد يبقى فيه واحد مظلوم، وارد. فسمعت مكالمه احد الاسر امبارح، الكل اتاثر بيها. فمن هنا دعمك يا سياده الوزير، شوف لو حد يستاهل اللي هو او اتظلم، ممكن تعمل اللي احنا ما نقدرش نعمله، ممكن حضرتك تتواصل وتسمع وتناقش. الحاجات دي كلها بتتكتب في تاريخ حضرتك، ولما بنتكلم على الحاجات الكويسة اللي حضرتك عملتها، لان احنا مذاكرين كويس قوي اول يوم حضرتك موجود فيه لغاية النهاردة في مباراة النادي الاهلي في نهائي الكونفدرالية، وجماهير النادي الاهلي اللي اتقال عنها بتقتحم وبتكسر، حضرتك في اقل من دقيقتين عملت حوار معاهم ورحت الملعب، والصور موجودة وانت في المدرج. ايه اللي حصل؟ شفنا دخلة ولا أروع أشاد بيها من أصغر واحد لأكبر واحد، أشاد بيها سيادة رئيس الجمهورية، أشاد بيها المهندس إبراهيم محلب، أشاد بيها كل رئيس النادي الأهلي، أشاد بيها مدير الأمن، أشاد بيها المسؤولين في المؤسسة العسكرية، الكل أشاد بيها بكل لغات العالم الكرة للجماهير، عشان حضرتك اتحركت دقيقتين فقط. فمن هنا أتمنى لحضرتك تتحرك، تشوف المجموعة من جماهير النادي الأهلي وتشوف المجموعة من جماهير نادي الزمالك، والمظلوم اقف جنبه، والغلطان يطبق عليه القانون وما يخرجش. وحلفت نظر حضرتك ومؤسسات كتير، لما بنسافر بره كلنا وبنغلط غلط قد كده بيطبق علينا القانون، وما بنقدرش كمان اللي احنا نغلط بره وبنلتزم بقوانين الناس بره، لكن لما اتعمل فينا كده وناس كسرت وتلفيات واهانات وكلام لا يليق، وانا هنا مش هتكلم، انا بحط الامور في نصابها، دي مباراه كره قدم ملهاش دعوه بهيبه دوله، بعلاقه شعوب، بعلاقه مش عارف ايه، الكلام ده كلام روجوا ليه ناس غير مسؤوله في الاعلام، ناس غير منضبطه، ناس ما تعرفش يعني ايه هيبه الدوله بجد، ناس ما تعرفش يعني ايه دوله قويه محترمه، وما بيحطوش الامور في مكانها الطبيعي. لكن خرجناهم وروحوا بيوتهم، يبقى الاولى نخرج ولادنا، لان دي كره قدم وارد فيها التعصب، وارد فيها العنف، العنف اللي يحدده القانون ويطبق فيه القانون، هو ده اللي بنطالب فيه. وده على فكره مش محتاج فيه كلام كتير، لما انا بكلمك عن قانون، لكن في نفس الوقت اتمنى تحرك على المستوى الإنساني، لأن لما نتكلم على اتحاد كرة قدم يبقى كمان بنتكلم على المنوط بيه الرياضة كلها والمنوط بيه الشباب. فلما حضرتك تقف جنب الشباب سواء من الأهلي أو من الزمالك، التاريخ بيكتب كل حاجة، زي ما قلنا لك الأسبوع اللي فات، أو زي ما قلنا لحضرتك الأسبوع اللي فات، إن لما نمارس الديمقراطية بجد، ولما تلاقي النادي الاهلي الكبير الكبير قوي بيجي 30 و20 و40 الف هتتحسب لحضرتك، لكن لما يبقى على مجرد كلام بس عايزين ديمقراطيه وعايزين شفافيه وعايزين الناس تحضر وعايزين مشاركه اكتر، فلازم نساعد على المشاركه الاكتر، مش نحط تفاصيل في النص تبقى الامور صعبه وشبه مستحيله. لكن مفيش مع الاهلي مستحيل، في مع الأهلي تحدي من جمعيته العمومية، في مع الأهلي يوم لنصر النادي الأهلي، ولا لوائح استرشادية ولا قوانين تطبق بدون وجه حق. النادي الأهلي بيرفض تماما هو وجمعيته العمومية فرض الوصاية، وده أهم بالنسبة لنا. عشان كده
نروح نشوف أعضاء الجمعية العمومية كمان قالوا إيه ونرجع لحضراتكم. شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. والله أنا شايف إنه يومين هيبقى أريح وفرصة للأعضاء على إن كل واحد يبقى وقته وملكه ويقدر يدني بدلوه في الموضوع اللي هي معروضه عليه. ما فيهاش حاجه، طلعت على اللائحه ونفس الوقت ونفس الوقت ما دام تتيح لك انك انت تقدر تعمل الاجتماع دوت على يومين، ايه المانع؟ القانون في خدمه المجتمع، مش المجتمع هو اللي يجري ورا القانون ويحاول يعدل فيه نتيجه لاي ظروف تطرا. واضح جدا احتياج مجتمع النادي الاهلي، وهو حقيقي وصحيح، من انه لا يمكن عمليا اجراء اي استفتاء او جمعيه عموميه او ما شابه في مقر او في مساحه زي مساحه مقر النادي الاهلي في الجزيره. طبعا دي حاجه ايجابيه هتريح الاعضاء لان في كميه كبيره موجوده هنا في مدينه نصر، فكون ان هو يعمل يومين دي حاجة إيجابية وما فيهاش مشكلة. ما عرفش هل اللجنة الأولمبية شايفة فيها مشكلة على اعتبار ان يعني لابد يبقى يوم واحد، ايه السلبية في كده ان هو يبقى على يومين؟ ده هيريح الأعضاء، وبدل ما استخدم أوتوبيسات وتكلفة عشان ياخد الناس من هنا يوديها هناك او يجيبها من هناك لهنا، فطبعا دي حاجة إيجابية. الحقيقة هو قرار سليم، لان احنا الرواد لوحدهم حوالي 22,000 او 23,000، وطبعا النادي بيحاول يعني يوفر لهم الراحه، فالقرار سليم بان احنا ما نقدرش نتنقل من مكان لمكان، وهيجيبوا عربيات وهيجيبوا الى اخره. فشيء جميل ان احنا يعني يفكروا فينا ويفكروا ازاي يريحوا الاعضاء، فده شيء جميل من مجلس الاداره. لما يبقى على يومين، يوم في مدينه نصر ويوم في الجزيره، يبقى راحه لينا يعني. شايفه قرار صائب. ليه؟ صعب 10,000 يجوا في يوم واحد، صعب يعني. برضو لما نيجي اذا امرت ان تطاع فهم الجمهور استطاع. انا رايي ان يومين كويس، وقت كويس، لان هيبقى يوفر وقت ل 15,000 عضو ان هم ينقلوا من النادي الاهلي مدينه نصر النادي الاهلي الجزيره، وده هيساعد كبار السن ان هم يدي لهم وقت ان هم يعرفوا ينقلوا من هنا للاهلي مدينه نصر الاهلي. طبعا طالما في مصلحه الاعضاء وراحتهم ده اكيد هيكون افضل. انا كنت قبل كده الانتخابات لما كانت بتتم في فرع الجزيره بس كانت بتبقى فيها مشقه كبيره جدا على الاعضاء ان هم يروحوا لحد هناك وكده، بالذات اللي هم الاعضاء اللي هنا في مدينه نصر، فاكيد هتبقى كده افضل بكتير واريح ليهم. شايف ان هو قرار مناسب، ويا ريت يبقى في كل فرع يبقى في انتخابات، لان انا واحد من الناس انا قعدت يمكن سنتين دورتين او ثلاثه ما بحضرش وبدفع الغرامه بسبب باجي بروح هناك اجي اركن العربيه ما بلاقيش مكان اركن العربيه، بضطر ان انا اروح الف حوالين النادي ثلاث اربع لفات واروح ماشي ومروح وساب الانتخابات بس. فهو ايه المشكله ان هو يتعمل هنا وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد وان شاء الله في التجمع الخامس؟ انا شايف الموضوع صح ومظبوط لسبب واحد، هو الزحام بقى سمه في عصرنا. لا طب انا لازم اريح الناس عشان الناس تيجي. انا لو جيت من وده بيحصل في الجامعات العموميه كتير قوي، ولقيت زحمه باخد بعض بالعربيه واروح تاني، مش مجبر حتى على الغرامه بس ما اتبهدلش. فبالتالي اذا كان النادي هيريح لي واعملها على يومين ان شاء الله على ثلاثه واخش بمنتهى الهدوء وادي صوتي واخرج يبقى احسن. شايف ان النادي الاهلي ليه حريه قراره، كمان العموميه ليها حريه قرارها، ما حدش يفرض علينا حاجه. احنا اعضاء النادي احنا بنقرر عايزين كده او مش عايزين كده. هو طبعا قرار حلو جدا، احنا كنا بنتعب عشان نروح وسط البلد، احنا مشوارنا احنا ساكنين هنا جنب مدينه نصر، بنتعب عشان نروح وسط البلد وبنروح بنلاقي ناس كتيره، كميه ناس كتيره ما بنعرفش نعمل اي حاجه، فلا طبعا لا هيوفر علينا تعب ومجهود
كل حاجه. لا قرار يحترم جدا بصراحه يعني، احنا بنشكرهم بجد مجلس اداره على اللي هم هيعملوه ده، لانه هيريحونا احنا على الاقل. اي قرار بيصدر من مجلس اداره النادي الاهلي بيكون لمصلحه الـ 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 الناس يعني ولمصلحه الاعضاء، فده قرار صائب طبعا وانا بايده. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف ايات النصر في كل العبود، شوف وسجل بيها ابكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما. تحدي كبير لأعضاء الجمعية العمومية وعدم فرض الوصاية، عشان كده الناس بتتكلم لما اللي شافوا التقرير الناس بتتكلم على فكرة مهمة جدا، فكرة المفروض المنوط باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، اللي انت دايما بندور على الجمعية العمومية ونديها حرية الاختيار ونديها هي اللي تبقى بتجيب اللي هي عايزاه، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير جدا جدا. فمن هنا الناس كلها بتقول لك يومين ده راحة ليا، وليه مصممين على زحام، وليه مصممين تيجي تقول لي في الاخر مبرر ان انا اروح اقول اه ولا لا وامشي. فمش فاهم، تعنت واضح ضد النادي الاهلي، هي دي الفكره. فمن هنا هو تحدي لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، مفروض لحضراتكم تقولوا كلمتكم، ودايما بنراهن على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي المحترمين اللي ما بيقبلوش بفرض الوصايه، ما بيقبلوش باللي حد يفرض لوائح عليهم، ما بيقبلوش اللي حد يقول له حتى على المستوى الانتخابات روح قول مين، ولا ما حدش يقدر يجبر الجمعيه العموميه، لانهم كلهم ناس محترمه. خرج من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وزراء، وخرج من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ناس في مناصب محترمه. فمين يقبل اللي حد يفرض وصايه على النادي الاهلي؟ فمن هنا مره ثانيه وثالثه ومليون، وهنقول كل يوم 25 و26 هو مظاهره في حب النادي الاهلي من اعضاء جمعيته العموميه، وانتوا قدها وقدود، وعندنا ثقه فيكم كبيره اللي ترفعوا اسم النادي الاهلي، والوقت الصعب ووقت التحدي اكيد بيبان معدن الرجال، زي ما بنتكلم على فريق كره القدم في مواقف كتير صعبه في بعض المباريات بيعبروا عن نفسهم ويقولوا لنا احنا موجودين، وكل اللي بتسمعوه ده غلط. كمان جاء وقت اعضاء الجمعيه العموميه اللي تقول كلمتها، وتحدي كبير جدا جدا، وقلت لحضراتكم وهفضل اقول بدون اي خوف، لو الواحد يطول لكل بيت يروح ينزله بنفسه هيعمل كده حبا في النادي الاهلي، لان هي دي الحقيقه اللي المفروض كلنا يبقى فيه ترابط ونبقى ايد واحده على لوايحنا، ولما ناخد قرار يبقى نابع مننا، لان النادي الاهلي نادي مش بيتحرك فيه 5-6 آلاف اعضاء جمعيه عموميه، نادي فيه بتتكلم 140 ولا 150 ألف. فمن هنا عدم فرض الوصايه هو الأهم، وهي دي النقطة الفاصلة اللي احنا بنتكلم فيها. أتمنى رسالتنا تبقى وصلت لكل عضو، تحقق عليك مسؤولية كبيرة تجاه ناديك، وده الأهم وده اللي بنتكلم فيه. إيه مصلحتنا اللي احنا نقول حاجة زي كده؟ مصلحتنا اللي النادي الأهلي الكبير العظيم صاحب الإنجازات وصاحب المبادئ وصاحب القيم، اللي محدش يتدخل جوه نادينا ولا يفرض علينا لوائح ولا يفرض علينا تقعد فين جوه النادي ولا ما تقعدش فين جوه النادي، ده اللي ناقص كمان. ولكن مره ثانيه وثالثه ومليون، كل واحد فينا يتحمل مسؤولياته. لما نتكلم على كوره مطالب طول الوقت بالبطولات، ولاعبين مطالب بالبطولات، نتكلم على نادي مطالب اللي انت تجيب حق اعضاء جمعيتك العموميه وتشتغل على ده، وكمان عضو الجمعيه العموميه يتحمل مسؤولياته في المواقف الصعبة ويرفع من شأن النادي الأهلي، ده أهم بالنسبة لنا. كمان من ضمن الحاجات اللي عايز أتكلم فيها، كنا من حوالي 4-5 شهور كنا اتكلمنا على لعيبة جالها صليبي بسبب أرضية الملعب في مدينة نصر، وقلت لحضراتكم إن هنعرض حاجة، عارفين ان البعض هيجري على الناس المسؤوله جوه النادي الاهلي، الحق شادي بيهاجم بيعمل مش عارف ايه، والكلام ده بالفعل حصل.
ودورنا الأمانة والضمير. ده يوم 28/2 عرضنا لحضراتكم الكلام ده في الكرة والجماهير وبدون أي خوف، وتحملنا مسؤولياتنا عشان خاطر شباب ممكن تشوف فيه أبو تريكة، ممكن تشوف فيه بركات، ممكن تشوف فيه الخطيب كابتن محمود الخطيب، ممكن تشوف فيه كابتن إكرامي، ممكن تشوف فيه كل نجوم النادي الأهلي. مش نجوم الأهلي كتير، فمش هقدر أقول الأسماء كلها. فلما عرفنا الموضوع أدي أرضية الملعب كانت موجودة، 7 لاعبين في كل الأعمار، 2001 2002 2003 2005 الكل في مجموعة 7 أو 8 لاعبين جالهم صليبي. وحذرنا وقلنا الكلام ده على شاشة النادي الأهلي 28/2، وقلنا الكلام ده لا يليق اللي يبقى موجود في أرضية مدينة نصر ولازم الحساب. وبالفعل رصدنا كل حاجة، ولما عرضنا الكلام دوت احنا روحنا وشفنا وقلنا نعرض لحضراتكم عشان تحكموا وتشوفوا وتبقوا السند الحقيقي لينا طول الوقت. طبعا حصل كلام كتير في الكواليس مش هقوله دلوقتي، لكن زي ما وعدتكم الضمير بيحكم. وحصل في الكواليس كلام كتير ومش عارف ايه. المهم الناس المسؤولة اشتغلت، شيل لي الصورة دي واعرض لي الشكل الجديد. دي ما ينفعش لعيب يتمرن في أرضية بالشكل ده، ما ينفعش لعيب بيدخل بطولات وتعلمه من الصغر، لازم يبدع. والإبداع اللي انت تعمل ملاعب على الأقل كويسة، ده بعد التطوير. وادي المنظر الجميل، وادي الملاعب اللي تليق بالنادي الأهلي وقطاع الناشئين. هو ده اللي احنا بنقوله. الأول صورة ما ينفعش اشوفها في النادي الاهلي، والنهارده دي صوره ينفع اشوفها. هو ده الكلام. لنطور من هنا، مش هنشوف اصابات عند الناشئين من هنا، مش هنشوف ولاد صغيرين يعني ان شاء الله ان شاء الله نشوف فيهم نجوم كبار مع الفريق الاول. ودي المقارنه السريعه اللي احنا حبينا لما اشتغلنا على ملف. الحمد لله كان في استجابه، ومش دورنا اللي كل حاجة حلوة وزي الفل زي ما ناس كتير بتعمل. مش حاجة اسمها حلوة وزي الفل، في حاجة اسمها في بعض الأخطاء وتصحح منها، وهو ده علم الإدارة. فمن هنا بنشكر كل الناس اللي اشتغلت الملعب يبقى بالشكل ده، أو الملاعب قطاع الناشئين تبقى بالشكل ده. والحمد لله اللي الصورة دي بنشوفها. وحط لي الصورتين قدام بعض، قبل الشكل كان عامل ازاي ودلوقتي الشكل عامل ازاي. ومن هنا بشكر المسؤول السابق واللي موجود دلوقتي كابتن. لو كان الكابتن عادل طعيمه موجود وشارك لو ب1% كتر خيرك وبنشكرك. والنهارده موجود الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد، برضو بنشكرك على المجهود اللي انت بذلته. وهي ده ايه راي حضراتكم؟ شايفين الفرق؟ ثبت لي الصوره عشان تشوفوا احنا اتكلمنا في ده وانتقدناه. وادي الصوره دلوقتي بنقول للناس المسؤوله شكرا. وده مهم جدا، كنا نعرض الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناه مع حضراتكم. كمان دلوقتي هنطلع فاصل سريع، وبعدها نفتح التليفونات شويه نسمع جماهيرنا هتوجه رساله ايه للكابتن حسام للفريق، واللي عنده اي مشكله واللي عنده اي موضوع يشارك معانا. بس نطلع فاصل سريع وبعدها نفتح التليفونات لحضراتكم. مرحبا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا في البدايه الكاس يا اهلي، وما دام بنتكلم عن مباراه مهمه للنادي الاهلي يبقى في كل الدعم والمسانده للجهاز الفني واللاعبين. عشان كده كمان فضلنا نفتح التليفونات في البدايه ونسمع اراء جماهير النادي الاهلي. هيقدم كل واحد هيقدم المسانده والدعم ازاي. خلينا نشوف معانا اول مكالمه. محمد من الجيزه، اتفضل يا محمد. كابتن شادي، ازي حضرتك يا محمد؟ الحمد لله بخير، ربنا معانا ان شاء الله بعد بكره، وان شاء الله الكاس راجع بيته بعد 10 سنين ان شاء الله. هتقول للجهاز الفني واللاعبين ايه؟
والله ربنا معاهم. هو ماتش تقيل وماتش صعب، بس ما فيش حاجه ان شاء الله يعني صعب علينا. احنا عندنا كتيره قويه في الفتره اللي فاتت ديت. الدوري كان في اخر الاسابيع الاخيره كان تقيل، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نخلصه. الكاس مهمه برضو من ضمن المهمات بتاعه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله عشان هيبقى الحافز لبطوله افريقيا ان شاء الله ومقابله الترجي التونسي ان شاء الله. الترجي زي ما انت شفت كده في البطوله العربيه فريق لا يستهان به، وفريق غير من جلده كتير، وفريق راجع للساحه الافريقيه، فلازم نستعد له كويس قوي. الصفقات ان شاء الله الجديده احنا حاطين املنا عليها ان شاء الله مع الترجي، والناس اللي هي عندنا من الكاس ان شاء الله هي اللي هتقدر تغطي الفتره الجايه دي. يا ريت النهارده كمان حد من اللجنه الاولمبيه يكون قاعد بيتفرج على التقرير اللي هم اللي حضرتك عملته من النادي الاهلي. كل الملخص بتاعه الاسئله كلها وبتاعه الاجابات بتلخص في الناس بتقول ايه. يا ريت حد من اللجنه الاولمبيه يكون بيتفرج النهارده على التقرير، وهو انا عارف ان هو صعب ماتش كلاسيكو والكلام ده كله، بس فعلا الناس لخصت اللي هي عايزه تقوله. لا هم اللجنه الاولمبيه بتسمع اللي هي عاوزاه بس، او بتعمل مداخلات في القنوات. ان شاء الله هيكون النهارده هيتفرجوا النهارده عليك، او بيتفرجوا على الاعاده يشوفوا الريبورت اللي حصل دوت. الريبورت دوت كفيل ان هو يكون مغطي كل الاجابه بتاعت الناس. كفايه ان احنا بقينا الاعضاء كتير، فلازم ان احنا نقدر ان احنا نغطيها على يومين، وان شاء الله ان شاء الله هتستجيب لي ان شاء الله. ربنا مع النادي الاهلي ان شاء الله بعد بكره. وبشكرك واسف ان انا طولت معاك. لا عايز اسمع منك الرساله للاعبين، هتقول لهم ايه؟ ربنا معاك وكباتن، وان شاء الله ان شاء الله الكاس اهلاوي. شدوا حيلكم يا رجاله، احنا وراكم، وان شاء الله ان شاء الله الكاس هيبات في الجزيره ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. معانا استاذ مصطفى من القاهره. استاذ مصطفى برحب بحضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا، مساء الخير يا كابتن شادي. مساء النور، حابب تقول ايه؟ اتفضل. انا عايز برضو اعقب على موضوع اللجنه الاولمبيه. يعني انا بس موضوع ان هو هنفترض ان هو جه المينيمم بتاع اللي هو الاستفتاء ان هو جه 12500 عضو. يعني لو هتحسبها على المساحه بتاعه نادي الجزيره يعني هتبقى اكتر من زنقه الاتوبيس. سيبك بقى، يعني انا مش بتكلم بقى مين صح ومين غلط ومين مين في الاول ايه. انت ليه تزنقني؟ ليه تكرهني في عيشتي ان انا اروح اعمل حقي؟ عجبني مصطلح يعني اللي انت قلته من شويه بتاع زنقه الاتوبيس، ده حلو المصطلح. يعني ليه بجد تكرهني؟ يعني ليه توقفني الزنقه دي؟ ليه يعني انا داخل واقف الزنقه دي هقوم ماشي. يعني انت عايز توصلني لايه؟ عايز تكرهني وامشي ما اروحش ما اوصلش للعدد القانوني؟ انت عايز ايه؟ يعني ليه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه اتفضل. نقطة ثانية، أنا مستفز جدا 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 من إن اللجنة الأولمبية هي اللي تقول لنا إحنا نعمل إيه. يعني إيه اللي مستفزك؟ إيه؟ إيه اللي مستفزك في اللجنة الأولمبية تقول لك تعمل إيه؟ إحنا النادي الأهلي، إحنا اللي نقول، إحنا اللي نحط لائحتنا، إحنا اللي عايزينها على أسبوع، أنت مالك؟ أستاذ مصطفى حضرتك عضو جمعية عمومية؟ عضو جمعية عمومية. تمام. اتفضل كمل كلامك. دي نقطة تانية. تاني نقطة بقى بالتوفيق يعني للنادي الأهلي في كأس مصر. يعني وأنا أتمنى، يعني أتمنى من كل أبناء النادي الأهلي إن هم يعني كل التركيز إن هم يقفوا ورا الفرقة دلوقتي، ما نخشش في أي مهاترات جانبية. يعني رسالتك إيه للاعبين والجهاز الفني؟ هتحفزهم تقول لهم إيه؟ انتوا عارفين الماتش ده حساس إزاي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. بس أنا بشكرك. أنا بشكرك يا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا. لخص الكلام في كلمتين. معانا الأستاذ حسن من المنيا، اتفضل أبو علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن شادي محمد. معاك على الهوا، اتفضل. أنا سعيد بكلام حضرتك والله. أشكرك يا حبيبي. حابب تقول إيه؟ اتفضل. حابب أقول إن النادي الأهلي لازم هو اللي يكرر لائحته بإيديه. الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي جمعية كبيرة. ما ينفعش حد يملى النادي الأهلي اللائحة بتاعته. لازم الاهلي هو اللي يعد لائحته بايده ويعد لائحه الاجيال الجايه، مستقبل النادي الاهلي. تمام. هتحفز اللعيبه والجهاز الفني هتقول لهم ايه؟ طبعا اقول لهم الاهلي فوق الجميع، والكاس يا اهلي، الكاس ده غايب عننا بقى له 10 سنين، يعني ما ينفعش النادي الاهلي الكاس غايب عننا 10 سنين. اي نعم الدوري البطوله الام في مصر، بس الكاس طبعا لازم يبقى الدوري والكاس، لازم نكرر الدوري والكاس. الاهلي ان شاء الله ان شاء الله الكاس نقط كتيره. هتقول للكابتن حسام البدري ايه طيب؟ اقول له جماهير النادي الاهلي كلها وراك. وما اعظم جماهير النادي الاهلي طبعا. نفسك تروح الاستاد؟ يا ريت، انا متفق مع اصحابي ان شاء الله ماتش الترجي ان شاء الله كده باذن الله. انا بشكرك يا استاذ حسن، شكرا جزيلا. معانا ناجي من القاهره، اتفضل يا استاذ ناجي.
مساء الخير يا كابتن شادي. مساء النور يا فندم. اتفضل. ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. حابب تقول ايه؟ اتفضل. بص يا كابتن، انا بس هي نقطه صغيره بس احب اتكلم فيها بعد اذنك لو ممكن. اتفضل. بالنسبه للشاديه ديت، يعني هي اللجنه الاولمبيه، انا دلوقتي انا راجل عندي بيت، تمام؟ انا اضرب بيتي ولا الكابتن شادي هو اضرب بيتي؟ لا حضرتك. طيب ليه بقى الحته ديت هما مصممين؟ ايه المشكله ان هي تتعمل مثلا عندنا حتى الجمعيه الاولمبيه على يومين؟ ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله؟ ما الانتخابات عندنا اتعملت على قد ايه؟ كانت يومين واتمدت يوم ثالث، صح؟ عشان نسبه المشاركه تبقى اكبر. طب اوكي، وانا ليه اعمل تكدس واعمل زحمه والجو ويعني واعمل قلق ليه؟ طب ما ايه المشكله؟ لا انا لازم اضغط على الناس واتعبها؟ دي حاجه. وبعدين الحاجه الثانيه، الاهلي اصلا النادي الاهلي ده اكبر نادي في مصر في الشرق الاوسط. مش في مصر بس، وافريقيا في الشرق الاوسط كله. كابتن شادي، الاهلي اول نادي كان حاطط لائحه اصلا ما كانتش موجوده، ما كانش فيه الانديه. دي حقيقه. بعدين هو النادي الاهلي ده نادي صغير يا جماعه، النادي الاهلي اكبر من اي حد. فانا عايز افهم بس، حد يطلع يشرح لي فهمني الدنيا دي ازاي. ايه المشكله في كده يا كابتن شادي؟ حضرتك تقول لي تديني اجابه بس واضحه. الاجابه الواضحه، المفروض حاجه اسمها لائحه استرشاديه، يعني بتتكلم فيها بتتناقش فيها، وده ما حصلش. الاجابه الواضحه اللي النادي الاهلي لما حب يروح يتناقش في مجلس الشعب، وكان المفروض اللي عامل اللائحه الاسترشاديه واللي اتقال لنا الكلام ده كله هي اللجنه الاولمبيه. راح ما لقاش رئيس اللجنه الاولمبيه موجود، لقى اللي بيتكلم معاه وبيتناقش معاه هو الوزير. فبالتالي ما بقناش عارفين مين اللي عامل اللائحه الاسترشاديه. الحاجه الاخيره واللي انا باكد لك عليها، في حاجات في الكواليس اكيد احنا عارفين جزء كبير منها، لكن في بعض الامور منها التجنيد، حد ما اداش التجنيد والمفروض اللي هو ماسك منصب وبيطلعوا يكلمونا عن جنودنا بتموت وهم اساسا ما يعرفوش الواجب الوطني. انا بكلمك في امور بسيطه جدا جدا. فمن هنا مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول اللي هو ينسف جمعيته العموميه ويريح جمعيته العموميه، هم مش قادرين يفهموا كده، وكل واحد عايز يمشي او فرد العضلات بمعنى اصح. وصلت لك كده يا كابتن شادي؟ خلاص وقت العضلات ده انتهى، احنا ما بلاش في العصر ده يا استاذ شادي. الكابتن ما ينفعش الكلام ده، النادي الاهلي اكبر من كده يا جماعه، ده قيمه كبيره. حد يجي يقعد كده مع مجلس الاداره ويسمع ايه المشكله. لكن حكايه مش حكايه الصوت العالي يا كابتن شادي. احنا نادي مش صغير يا جماعه، احنا نادي كبير، نادي مبادئ وقيم. طيب هتحفز، هتقول للفريق كرة القدم عنده مباراة مهمة نهائي الكاس إن شاء الله، هتقول لهم إيه اللعيبة والجهاز الفني؟ إن شاء الله أنا واثق من حاجة واحدة بس، يعلم الله كابتن شادي، لو الأهلي بيلعب برشلونة فريق رقم واحد في العالم هو ريال مدريد، أنا ببقى واثق مليون في المية، ببقى عندي إحساس كده داخلي واثق إن الأهلي عمره ما يخسر، فالأهلي مش هيزعل جمهوره. اللعيبة دي أنا عارف إن اللعيبة دي مش هتقدر تزعل جمهورها. أستاذ ناجي أنا بشكرك، أنا بشكرك وبتشرف بنوعية الجماهير دي، بتشرف بيها اللي هم بيحبوا الأهلي أكتر من أي حد. كان ممكن بالمناسبة نقول في مباراة مهمة وما نطلعش على الشاشة، لكن الأهلي عندنا أهم وجمهوره أهم وبطولة الكاس أهم، عشان كده النهاردة موجودين معاكم على الشاشة. مين معانا يا جماعة؟ مين معانا؟ مين؟ أستاذ أحمد من الأليوبية، اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم كباتن. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه شادي. ازي حضرتك؟ انت على الهوا، اتفضل. ادري كابتن، تحياتي ليك يا حبيبي، واتفضل حبيب تقول. النادي الاهلي ومجلس الاداره معز محمود طاهر، ومش عارف في ايه يعني اللجنه الاولمبيه دي، يعني في ايه يعني بالظبط؟ حد يفهمنا بس يعني هم عايزين ايه؟ ايه المطلوب يعني؟ يعني نعمل ايه يعني؟ الدنيا قايمه مش قاعده ليه عشان الاهلي يعني؟ لصالح مين الكلام ده يعني؟ لصالح مين؟ حد بس يفهمنا لصالح مين الكلام ده يعني؟ ايه التعنت وايه كل الكلام ده يعني؟ ايه يعني ما الانتخابات تكون على يومين او اللجنه ما تكون على يومين؟ ايه المشكله يعني؟ حد يفهمنا اكتر يعني بس. طيب زهقنا من القصه دي يعني، زهقنا منها بصراحه يعني. طيب عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه، اتكلمنا في الموضوع دوت وهنفضل على راينا طول ما هو حق، والحمد لله ربنا ان شاء الله هينصر الحق، لان طول ما في اعضاء جمعيه واعيين
ومحترمين بيخافوا على ناديهم، الكلام ده كله هيخلص. كمان عندنا مباراة مهمة النادي الأهلي وفي نهائي الكاس، هتقول للعيبة ايه؟ ربنا يوفق النادي الأهلي ان شاء الله. الأهلي فرقة كبيرة، بس الحظ بس يساعد ان شاء الله، الحظ كورة طبعا، ربنا يساعد ان شاء الله يعني. وتكون الكاس ده بقى له 10 سنين ما دخلش النادي الأهلي، وبأمر الله يكون بطولة جديدة تضاف للمهندس محمود طاهر، والمنظر محمود طاهر ولاد الاهلي كلهم اللي جاي واللي رايح واللي عدى واللي جاي، كل الناس كلها مش ضد حد ولا ضد حد بقى. برافو عليك يعني. برافو عليك انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. هو ده الراجل بيعبر عن اللي احنا بنتكلم فيه طول الوقت، محدش بينسى الماضي بتاعه المحترم المشرف اللي فيه بطولات، ولا ينسى اللي احنا موجودين فيه اللي فيه ايضا بطولات وكان فيه ظروف صعبه جدا قبلها، ولا اللي جاي. فهو ده النادي الاهلي. فانا بشكرك، بس عايز اقول جمله اخيره على استاذ ناجي اللي اتكلم من شويه، قال لك ثقافه الصوت العالي. فمن هنا هذكر حضراتكم واذكر نفسي بجمله بسيطه، الدنيا قامت وما قعدتش على اسلام محارب، وهديكم شويه اسرار كده عشان حضراتكم تبقوا فاهمين الدنيا رايحه فين وجايه منين. ان هشام محمد الدنيا قامت وما قعدتش، وقال لك اللاعب ب6 مليون جنيه اللي محدش يعرفه، عقد هشام محمد ما كانش فاضل فيه سنه، كان فاضل فيه سنتين، وهجيب لكم الكلام ده. محدش عارف الاسلام محارب كان فيه شرط في العقد بتاعه، كان ممكن يقعد سنه كمان او النادي يجدد له تلقائي سنه. لكن مش هتكلم على الفكره دي، هتكلم على فكره ان النادي الاهلي لما هشام محمد النادي الاهلي جابه ب7 ب8 ب10 لسنه قد كده، ولما محمود علاء لاعب وادي دجله اتباع ب12 مليون جنيه ودن من تين وودن من عجين ومستخبيين تحت الترابيزات ومحدش قادر يفتح بوقه، لان انتوا عارفين عقابهم هيبقى ايه. هطلع فاصل سريع ونتكلم شويه كوره مع الكابتن نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن ربيع عيسى. من جديد، ودلوقتي بنستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن مصر اكيد الكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، وحشني كتير. وحشني يعني لازم نشوفك في النادي، ما ينفعش انت عارف النتائج الفتره الاخيره بفرز الشمس، فانت تظبطها باذن الله ان شاء الله. وجودك مهم جدا. وكمان يا كابتن ربيع انا ببقى سعيد جدا وحضرتك موجود معايا، نتكلم في كل حاجه كمان تخص كره القدم، عشان كده مره واثنين وثلاثه ومليون. انت واحد من الناس اللي جماهير النادي الاهلي بتحبها، سواء على المستوى الاخلاقي او سواء كلاعب نجم كبير، لعبت كاس عالم وحققت بطولات وانجازات مع منتخبنا الوطني ومع النادي الاهلي. انا سعيد جدا معاك، انت نجم كبير يا شادي، وكابتن كبير جدا، وانسان محترم وحاجه جميله جدا، وانسان عندك انتماء كبير جدا لناديك، وكلنا عندنا انتماء طبعا، وانسان حبوب. وانا سعيد جدا لما اشوفك في النادي الاهلي وتيجي نلعب ونلعب مع بعضينا، وسعيد جدا اكتر لما جيت معاك النهارده، ودايما موفق ومتالق ومبدع بامر الله تعالى. اشكرك كابتن ربيع. في البدايه هناقش حضرتك بعيد بقى عن الفنيات والكوره، وبنتكلم في تحمل المسؤوليه، جماهير النادي الاهلي اللي هيروح سواء 100 200 500، هو الطبيعي في عالم كره القدم في مباراه النهائيه او اي مباراه يكون في جماهير. احنا عارفين لظروف ما فيش جماهير موجود، لكن في مباراه النهائي ومش هتكلم على حساسيه مباراه ولا هتكلم على الكلام ده، هتكلم على تحمل المسؤوليه اللي انا اروح اشجع ناديه ابعد عن المنافس، اشجع فرقتي، اشجع جهازي الفني، اشجع لعبتي، وده الاهم. ده كلام مظبوط جدا وكلام محترم وكلام كبير جدا. منظومه النادي الاهلي فيها المسؤوليه، فيها الاحترام، فيها الحب، فيها التحديد انا عاوز ايه. احنا الامور كلها ماشيه في طريق فيه التفاهم. الجمهور عارف اللي ليه واللي عليه، لاعب النادي الاهلي ايه وظيفتي ودوري، المدير الفني له دور، الاداره، المنظومه ماشيه في طريق. فاكيد جدا يوم في النهايه بامر الله تعالى ان كل واحد عارف المطلوب منه يا شادي. مطلوب ان اللعيبه تركز طبعا عشان تكسب، وده طموح مشروع وطول عمر النادي الاهلي. لاعبي الجهاز الفني بيخطط على مستوى، عارف ان الماتش مش سهل وبيحترم المنافس. الاداره موفره كل الاجواء
الكويسة. الجمهور من هنا الجمهور نقول إن جمهور الأهلي جمهور دايما محترم شادي بيفكر بعقله وجمهور في المنظومة من وجهة نظري رقم واحد بيساند دايما وعارف يعني ايه توفيق وعدم توفيق عارف يعني ايه بطولات وعارف ان فالاجواء ما انا من وجهه نظري ماشيه الايام الاخيره دي بطريق معتدل ومنظم وجميل جدا. فجمهور الاهلي ما تخافش عليه جمهور الاهلي عارف واكيد هيساند يحضر ما يحضرش عارف ان اللعيبه عارف يعني ايه تركيز والتزام ومسؤوليه وطموح مشروع عارف ان كل واحد ماشي في الطريق السليم كله بيحضر للبطوله حتى لو فيش جمهور الناس تطمئن بامر الله تعالى الدنيا ماشيه هاديه الامور ماشيه زي ما احنا عاوزين الجمهور دوره حتى قدام التلفزيون مش في مدرجات اكيد هو التشجيع المثالي التشجيع باحترام التشجيع بسلوكيات التشجيع باخلاق جمهور النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي فان شاء الله باذن الله تعالى المباراه تعدي على خير ان شاء الرحمن باذن الله والنادي الاهلي يبدع ويتالق واذا كنا بنقول النهارده ان نتمنى كل التوفيق للمباراه بخروج ان شاء الله بمباراه رائعه من الفريقين لكن اكيد كلنا بنتمنى باذن الله تعالى وتوفيق النادي الاهلي ان شاء الله يكون بنصيبه الكاس مع الدوري بمشيئه الله تعالى ان شاء الله وهروح من كلام حضرتك للثنائيه في حاله النادي الاهلي حقق الكاس واخد دوري وكاس وحاجه كلنا طول الوقت كمحبين للنادي الاهلي بنبقى طمعين شويتين يا كابتن حق مشروع هو اصل مشكله النادي الاهلي ان بيلعب على بطوله مش على ماتش ما ينفعش من غير البطوله كانوا مش موجود ما ينفعش احنا ما بنتمزجش غير بالبطوله الجمهور النهارده مكسب مباراه غير مكسب بطوله دي حقيقه طول عمرنا نادي البطولات شوف على مستوى الكاس كم بطوله على مستوى الدوري كم بطوله الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه للبطوله النادي الاهلي بادارته بمنظومته بيصرف الملايين يا شادي عشان الناس تستمتع وعشان يبدع وعشان يكسب بطولات هي دي حقيقه بيشتري لعيبه على اعلى مستوى لعيب النادي الاهلي صاحب قدرات خاصه مهاريه عاليه جدا على اعلى مستوى فمن هنا بتيجي البطولات ومن هنا المنظومه ماشيه صح ومن هنا تلاقي الحمد لله كله متوفر وكله ثابت وكله تمام التمام فاللي اقصده ان ده حق مشروع انك عاوز تجمع بين الدوري والكاس ما احنا واحنا لعيبه انت جمعت بين الدوري والكاس وانا جمعت بين الدوري والكاس الماتش المصري كان عندنا واخدين الدوري ايام فايتسا ولعبنا الكاس نهائي مع المصري كسبناه 3-0 وغيره 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 والزمالك مره كسبنا الدوري اهلي وزمالك خدناه من الزمالك لما جبت فيه جول يعني خلاص وانا من وجهه نظري يا شادي بصراحه اجهز فريق في مصر النادي الاهلي دلوقتي من وجهه نظري في افريقيا يعني وبقول الكلام ده هنا في استوديو النادي في استاد يعني فبقول ان اجهز فريق بالورقه والقلم بالقدرات اللي عندي انا بقولش اهلاوي بس ما ببالغش وخلاص انا بعيني وبعالي وبفكري وبقلبي بقدر النهارده خد بالك اقول لك ان اجهز فريق حاليا النادي الاهلي ولو ما فيش نصيب لاي حاجه لعدم التوفيق زي ما كان موجود في ماتش الفيصلي الاردني الثاني الشوط الثاني الاهلي خرج بعدم التوفيق اثنين بينالتي راح كتير جدا وصل كان قائم ويمين وقائم شمال وعارضه مفيش توفيق عمل التوفيق لكن فنيا الوزن الفني لتيم النادي الاهلي مع الجهاز الفني ومع الانسجام ومع الشغل من وجهه نظري يا شادي ما تخافش عليه الا لو في التوفيق وعدم التوفيق دايما قبل المباريات المهمه يا كابتن ربيع وكلنا اتربينا على ده بتتكلم عن جمل معينه الالتزام والانضباط داخل الملعب الضغط على الخصم تبقى انت شخصيه الاهلي موجوده الضغط من البدايه ابقى الفعل من البدايه مع روح الفانيلا الحمر لما كان الكلام ده في مباريات كتير واكيد بس احنا بنتكلم النهارده على الكاس مباراه سموحه كان الاهلي من البدايه شرس سيطر على المباراه بالكامل فلما بيتواجد هي مش جمل هي على ارض الواقع لما بيتحقق الكلام اللي انا بقوله بتلاقي الاهلي مختلف هو الكلام اللي قلت لك الاجهز فريق في مصر ما ينفعش انا مثلا ماسك سموحه افتح كل خطوطي ما ضد النادي الاهلي في ماتش وانا عارف ان الاهلي اجهز فريق في مصر ما ينفعش فلما فتح واخد بالك لما فتح الماتش الراجل خمسه ده غير اللي ضاع اربعه غير اللي ضاع شفت الكره الجميله شفت الجوانب البدنيه شفت الجوانب المهاريه خد بالك شفت الجوانب الخططيه مجموعات اللعب شفت الثنائيات شفت الكتله الهجوميه الفرديه والجماعيه شفت الاهلي فايق حاله فنيه رائعه المقابل فريق ما
لسه مش جاهز ولسه بعيد وفوارق كبيره جدا يا شادي. هو ده الكلام اللي انا بقوله، بقول لك الاهلي جاهز، هو ده كلامي. لسه انا بتكلم مدرب كان جديد معاهم ما استوعبش بشكل كبير. لا ما ينفعش افتح جيم مع اجهز اللي يفتح مع النادي الاهلي حتى خلي بالك وهو جاهز، ما ينفعش، لان الحلول كتير، التنويع كتير، القدرات الخاصه اللي بتكلم عليها موجوده في النادي الاهلي. عشان لعيب النادي الاهلي بنص قدرات بيبقى مبدع، بنص قدرات بيبقى خطير، بنص قدرات صانع للبطولات والمجد، واخد بالك؟ انما لو متلاقي، لما تلاقي بقى قدرات بفضل الله تعالى وكل مكان جاهز في اثنين وثلاثه، هو ده النادي الاهلي. فاللي اقصده ان تيم النادي الاهلي حاليا من وجهه نظري الفنيه اتقل واحسن وفريق موجود حاليا مش في مصر من وجهه نظري في افريقيا. كابتن ربيعه، من الصوره اللي قدامنا دلوقتي، فاكر الماتش ده سنه كام؟ طبعا قول لنا. كاس مصر احنا كنا واخدين الدوري، واخد بالك، واخدينه عن جداره بفضل الله تعالى، وكان اخر ماتش الزمالك خدناه من الزمالك. ده كاس كان بايكس الالماني. الماتش ده كان في عز الظهر، في عز درجه حراره عاليه جدا يا شادي. كان التحضير بقى، بص، خبره وحنكه وقدرات مدير فني رائع بحجم بايكس الالماني، راجل فاهم واعي جميل جدا. احنا كنا بنتمرن الساعه 6 بالليل، ده كان في نهايه الموسم قبل الماتش ده، والماتش الساعه 3 الظهر. والناس بقت تقول له الماتش 3 الظهر، قال لهم انا عارف بعمل ايه. قالوا له مرن اللعيبه في نفس التوقيت. قال لك انا عارف بعمل ايه. حاله الاشباع للاعيب الكوره ده وصل في نهايه الموسم يا شادي، يعني جاهز خلاص. صح، ده انا بريحه، واخد بالك، وبهديه واعمل له استشفاء داخلي وخارجي عشان اقدر اظبط اموري. وخلي بالك الفريق المصري، كابتن متعب فوز الله يديله الصحه، صبح وبعد الظهر وجبل، واخد بالك، وبسين ومش عارف، يعني لذيذ جدا. هو يقعد يحكي، يعني راجل لذيذ وراجل جميل. ده طاهر ابو زيد بهدف عالمي. في 20 دقيقة بص بقى يا شادي، الراجل قال لك ايه؟ خليهم يتمرنوا، احنا في 20 دقيقة هنخلص المباراة. قال لكم كده بالماتش؟ كان معانا مدرب عالمي. 20 دقيقة، انا عاوز اعرف الجول ده في دقيقة، مش هتلاقيه يوصل 20 دقيقة ان شاء الله، او قريب من 20 دقيقة. 20 دقيقة كان 2-0، كان الهدف الاول كان ايمن شوقي، وده الثاني طاهر ابو زيد، الهدف الثاني، والثالث تقريبا حسام حسن. تقريبا ده ماتش مش هنساه، واخد بالك، مش هننساه. وخدنا الكاس وابدعنا، ومن احلى ماتشات العمر، واخد بالك، من احلى ماتشات العمر دي حقيقه. فاحنا طول عمرنا الحمد لله ان اي بطوله، انت عارف، اجيال ورا اجيال ورا اجيال بتسلم اجيال على ممر ومدار السنين من ساعة 1907 لحد الآن يا شادي. كل أجيال محترمة، كل أجيال عندها طموح، كل أجيال خلاص اللي بيجي بينتمي لكيان كبير. الكيان الكبير ده الناس عارفة قيمته فبتحبه، واخد بالك، فبتخلص له. قصة قصة، خلي بالك يا شادي، مش مدرب، مش مدرب ولا لعيب، كيان. لو تلاحظ من فضل الله تعالى، كيان بيجيب بطولات، كيان بيخرج لعيبة، كيان لعيبه بتنتمي ليه، كيان، تلاقي كيان النادي الاهلي. الشغل كمنظومه واحده ده الاهم، طبعا ويبقى في ظهير جماهيري وبيدعم وبيساند، ويبقى في لعيبه عندها روح الفنيه، من هنا بتحقق اهدافك كلها. كله بيجي بيمشي في المنظومه، لعيب خلي بالك بيجي يمشي في المنظومه، بيروح وبيحترم الكيان وبيحبه وبيداخله الاصرار والاراده ان انا لا لازم اصنع بطولات، لازم اكسب بطولات، ما ينفعش، لازم انام، لازم اركز، لازم اشتغل، لازم اتمرن، لازم اسمع. هو ده كيان. فمن فضل الله علينا ان احنا بنتم كيان رائع، ربنا سبحانه وتعالى بقى جعله القبول وجعله الحمد لله المجد، لان المنظومه ماشيه في الطرق العلميه السليمه الجميله اللي هي في النهايه بتبرز لحاجات للنجاح والحاجات كتيره جدا. اعتقد ان الكيان يعني الحمد لله كله بيصون وكله بيحترم وكله بيقدر. فلعيب النادي الاهلي على مستوى كل التقدير والاحترام لكل نجوم النادي الاهلي اللي هم خدموا في على مدار السنين اللي فاتت والسنين اللي موجوده والسنين القادمه ان شاء الله تعالى. كابتن، المباراه دي في 89 اللي قدامنا. 89 مظبوط. 89 الاجواء كانت ايه قبل الماتش يا كابتن؟ الاجواء كانت حاره جدا. والاجواء بقى ايه؟ يعني زي ما قلت، الفريق البورسعيدي فريق محترم وناس محترمه وناس كبيره، وكان عنده طبعا طموح وامل وان هو نكسب الكاس وان احنا نعمل، وان الاهلي خد الدوري احنا بقى ناخد الكاس ان شاء الله تعالى. هم كانوا افراد وفرقه كبيره، مصري طول عمره بيطلع لعيبه كبيره ولاعيبه على اعلى مستوى. انت عارف بقى جمهور النادي الاهلي بيعيش الاجواء في التمرين،
بيعيش الاجواء في الشوارع، بيعيش الاجواء قبل المباراه وبعد المباراه. انت عارف الجو العام في مصر والحاله اللي موجوده من الجماهير بعد البطولات في مصر عامله ازاي وقبل. انت عارف بقى كان المنطقه المحيطه بالملعب التتش كان بيحضر جمهور في الاستاد ايامنا في الملعب، كان بيتملي يتملي الملعب كان بيتملي والله العظيم مشاهد. وتشوف بقى الناس وهي خارجه ماشيه على كوبري راس النيل، تحس ان في عيد جميله. خد بالك في ايه الزحمه دي؟ ده خارجين من تمرين النادي الاهلي، في حاله. فالاهلي بيعمل حاله كويسه في البلد، خلي بالك لما بيكسب البطوله. فانت عارف بقى، وبعدين التزام بقى، وبعدين اللمه، وبعدين الروح زي ما حضرتك قلت، وبعدين التركيز، حاجات كثيره جدا بتبقى قبل واثناء المباراه وبعد المباراه. كابتن ربيعه، ايه الفرق ما بين 98 والاجواء المباراه النهائي والنهارده في 2017؟ ايه الفرق؟ لا وبص يعني الفرق في بعض من الحاجات السلبيه اللي ممكن بعيده شويه، انما بص يعني ايامنا برضو كان الاتزان، العقل، الخبرات، الحنكه والحكمه كانوا بكثره كبيره جدا يعني بنسب كبيره. دلوقتي الشارع المصري المفروض يفكر في المصلحه. يعني طبعا احنا عاوزين نقول ان جمهور الاهلي مع لاعبيه مع ادارته، وجمهور المصري مع لاعبيه وادارته، وفي نفس الوقت الناس بتفكر في ان دي مباراه رياضيه. يعني كان برضو عمل التفكير شويه، انا عاوز اشوف نفسي مش عارف انا فين، مش عاوز اجي لحد دلوقتي. فاختلفت طبعا جوانب كثيره جدا. انت عندك احتراف دلوقتي، وعندك لعيبه مبالغ كبيره جدا، وعندك طموح مشروع، وعندك مسؤوليات كبيره جدا. المسؤوليه برضو خلي بالك بتختلف، انما لو تلاحظ شادي كل الاهداف واحده للاعيبه النادي الاهلي في البطوله، الهدف واحد على مستوى الاجيال كلها. شادي هدفي بطوله، هدفي ما اختلفتش، اختلفت في بعض من النقاط اللي ممكن عشان الاجيال والاعمار والتكنولوجيا والسن، انما لان اجيال زمان تختلف في كل حاجه. مش عارف كنت بقول ايه للدكتور عبد الاحد الله يرحمه. كابتن ربيع، وهو ده اللي هساله لك انا، وانت بتتكلم لقيتك مركز مع الصوره بشكل كبير. عايز اشوف نفسي. لما بتشوف لحظه التتويج وعدى عليها عمر دلوقتي، ايه اللي جاب بالك دلوقتي كابتن ربيع؟ انت عارف المباراه دي، ما انا مش لو قلت ما حدش هيصدقني ان جه في واحد من بلجيكا جاي يتفرج عليا اليوم ده. بجد؟ والله العظيم الاحتراف. من بلجيكا، نادي في بلجيكا. كان جاي هو وقالوا لي، قال لي انا جاي اتفرج عشان اشوف. وهو بص العلاقه بين هنا الوزير واللاعب، انا وقفت الدكتور احمد الله يرحمه، ده كان حاجه جميله جدا. انا كنت متعود خلي بالك ازوره في مكتبه، وليا قصص كبيره جدا معاه في اختيارات، يعني مش في حاجات لمصر. يعني كنت مثلا لما كابتن جوهري، انا رحت له المكتب قلت له انت بتدور على منتخب مدرب اجنبي وسايبيني كابتن جوهري؟ قال لك ايه؟ رحت للكابتن عادل هيكل كان موجود في وزاره الشباب، فخدني للاستاذ سعيد حشمه، قال لي تعالى. قلت له يا استاذ سعيد، فطبعا الاستاذ سعيد كان هو رئيس جهاز، وداني الدكتور. قلت لهم يا جماعه لوحدي كده، خلي بالك شوف يعني الترابط، شوف في علاقات، وكان بيزورنا في المعسكرات كثيره جدا، وعلاقات غير عاديه في فتره المنتخب كلها الثمانينات. كان هو كان الوزير. هو الوزير. انت لما رحت وطلبت منه قلت له كابتن جوهري موجود بلاش اجنبي، قال لك جاب الكابتن جوهري. قصة كاخ ميسي بجد والله. اول 90 لما وصلنا كاس العالم. خلي بالك كابتن جوهري كان علاقتي بيه وهو عارف كده كويس قوي. ومره لقيته كان رايح، قابلته في الشارع بطل عبد العزيز، الكابتن بعته يعني. فقلت له يعني غيره وفي نفس الوقت صح، وبناخد ونتشاور وحاجات كتيره جدا. ادي الصوره وكنت بتدور على نفسك الكاسه يعني برضه يعني وحشني نفسي وحشني وانا بلعب كوره كمان نفس فيعني علاقه كويسه. احلى وقت، احلى وقت وانت بتلعب. طبعا دي خلي بالك كان مين كان بيقول لنا ده؟ مركب صالح الله يرحمه. الله يرحمه. ما يجي يجتمع بينا ويقول لنا خلي بالكم احلى وقت اللي انتوا لعيبه كوره، انتوا دلوقتي بعد كده هتحسوا استمتعوا والعبوا وتالقوا وحبوا ناديكم وحبوا بعض وحققوا. والله العظيم هذا والله ما ناسيها يا شادي، ما ناسي كلمتك دي. كابتن صالح الله يرحمه كان دايما في اجتماع ما يجي يسلم علينا ويقدم لنا مدرب او مثلا في مناسبه، شكرا، يقول لنا الكلمه دي، استمتعوا الحياه حلوه، انتوا لعيبه كوره دلوقتي، بكره تبقوا اللي مدرب واللي اداري واللي فالكلمه جميله فعلا ومناسبه جدا يعني. كابتن نروح نتكلم شويه عن نهائي الكاس، استعدادات النادي الاهلي والمجموعه زي ما حضرتك قلت من وجهه نظرك اللي هي افضل مجموعه موجوده في كل المراكز. مباراه خصوصا بعد تفوق واضح على فريق سموحه، لكن الفريق مختلف اللي هتقابله.
تبتدي المباراة ضغط من البداية وتفرض سيطرتك زي ما عملت مع سموحة ولا تبقى متحفظ؟ لا بص، أنا عندي الأوراق اللي تخليني أشتغل زي ما أنا عايز في كل الظروف، تحت أي ظرف، قدام أي فرقة. خلي بالك من النقاط الفنية أنا بتكلم فيها دي مهمة جدا. الكلام ده شادي لو أنا عندي نص فريق، ثلاث أرباع فريق، خد بالك ربع فريق، إنما من فضل الله عليا كل المراكز. قلت لك النهارده 11 لعيب اللي هبتدي بيهم كل واحد في لوحدي فرقه حاليا. وهتلاقي خلي بالك نصهم في منتخب مصر ونصهم جاي لهم عروض بره. فانا جاهز عموما، فانا عاوز افرض اسلوبي على المباراه. انا قلت لك في الدقيقه 19 او 20 او حاجه 20 احنا خلصنا مباراه المصري اللي اتكلم فيها الراجل وشرحها وقال احنا عشان نخلص المباراه 1 2 3 4. الجوانب الفنيه انا احترمها في حسين بدر، حسين بدر ماشي بنجاح وامتياز مع الفريق بصراحه كل امور. فانا افصل الشغل اللي بيه قدرات، افرض وسيطر واستحوذ. انا عندي نسب كبيره جدا فنيه بشتغل بيها عشان اكسب يا شادي، عندي نسب فنيه كبيره جدا هي جوانب تحفظي الدفاعي وشغل الدفاعي عشان تحول من دفاع لهجوم، مجموعه حاجات كتير جدا بيحضرها حسام مع اللعيبه. خلاص انا عاوزه هو بامر الله تعالى انا اللي اروح عليه، واخد بالك، وهو اللي يصد، انا اروح ويصد، يبقى مهاجم او هجوم ضد دفاع. عاوز اخد المبادرات عشان نوضح للناس، انا اسف على المقاطعه، لكن عشان نوضح اكتر للناس اللي بتسمعنا، ان حضرتك عايز يبقى ضاغط من البدايه طبعا كل حاجه، ما تديش اي مساحه وفرصه للفريق اللي قدامك ينقل الكوره، ده هيديك الافضليه. ده وجهه نظر حضرتك. بص يا شيخ، طب مظبوط، هو اللي بيضغط ده واخد بالك في التلت الاماني او من القدام لازم يكون ايه؟ جاهز. وانا جاهز بدنيا. لما بتكلم على اختراق واخد بالك، وبتكلم على استحواذ، وبتكلم على تمرير، يعني انا عندي جانب المهاري، انا عندي جانب المهاري، بتكلم على مجموعات اللعب في اليمين في الشمال من العمق الرباعي الهجومي الترابط، بتكلم على جوانب خططيه. لما بقول النهارده الصفات الاراديه التزام وتركيز وشجاعه واراده وتصميم، انا بتكلم على ان جاهز. ومن هنا بقى المنافس، المنافس عندي انا بشوف سير المباراه فنيا ازاي، انا افسره لي انا بقى كمدرب مع اللعيب، واتفق على سيناريو ان شاء الله يمشي زي ما انا عايز، بس على بشروط ان اللعيبه تلتزم، ان اللعيبه تنفذ. صح. في نفس الوقت يا شادي المنافس بقى كويسة، المنافس اللي قدامي، المنافس جوانبه الخططيه الهجوميه الدفاعيه الفرديه الجماعيه، تلت ملعبه الاولاني، التلت الوسطاني، تطور هجومه ازاي، بيهاجم ازاي، بيروح خطورته في ايه، خد بالك نقاط ضعفه في ايه، حاجات كتير جدا انت لازم تدرسها. ما هو ده اللي بيحصل قبل المباريات في محاضرات الفيديو طبعًا. وتتفرج على الفرقه اكتر من بره في اخر مباراه ليها، زي ما بيحصل مع كل الاجيال اعتقد طبعًا. ومن هنا المدرب بيحط خطته وبيشوف نقاط القوه والضعف اللي حضرتك قلت عليها وبيشتغل عليها. تمام. فاللي اقصده ان انا عندي حلولي وعندي تنويعي. الطبيعي جدا الشغل طبعا كابتن حسام والتحضير استحواذ نسبه، انا بعتمد على نسبه الاستحواذ الكتير الكتير، وببتدي من نص الملعب اطور شغل الهجوم عشان اوصل انهي الهجمه بكوره على الجول. فعدد محاولاتي اللي بشتغل بيها بنفسها كتير جدا، من هنا بتصفر الاهداف وبتيجي الاهداف، خد بالك. وعندي كمان اللعيبه اللي جاهزه شادي اللي اقدر ان شاء الله الرحمن اشتغل بيها فنيا. بقابل ايه؟ ما انا ماشي فرقه مصر كل التقدير كل الاحترام مع مدرب كبير، ما هي لعيبه كويسه اجتهدت قدمت موسم، لكن انا ودورت على الجانب البدني، انا عندي جانب بدني، المهاري مهاري، جاري بالجاري، الوفره العدديه في الفريق في كل الاماكن موجوده، ده اللي اقصده. فنسبه الفنيه بتاعتي انا الاكبر. وبعدين في حاجه، الخبرات البطولات، خبرات البطولات، خبرات المراحل المعينه، عندي مرحله في نهائي الكاس، عندي مرحله قبل نهائي الكاس، مراحل البطولات انا اتعودت عليها ومعندي قدرات من فضل الله عليا ان هي عندها خبرات تعرف تحسم. النادي الاهلي خلي بالك ممكن يا شادي عنده ميزات، لو دخل في هدف يرجع في اي وقت، في اي وقت يرجع، دي شخصيه الفريق اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص ده اللي بتكلم شخصيه البطل، يبقى انا خلاص متفق معايا ان دي شخصيه البطل. وانا متفق مع كل كلامك اللي انت قلته من البدايه في جاهزيه اللعيبه طبعا، وفره عدديه طبعا، في لعيبه كتير، اللياقه البدنيه للفريق طبعا. فمن هنا الخص لحضرتك قلته بان انت عايز تبقى ضاغط ليك الافضليه، طبعا نعمل كل حاجه انا سيطر. لما نروح للفريق المنافس للنادي الاهلي هتلاقيه بيلعب، لو متابعينه في الدوري كويس، هو ليه سيستم واحد، هو واحد من الفرق
في الدوري العام اللي بتبتدي بتقابل اي فريق ضغط من البدايه. ماشي مع مين؟ بس مش مع من على الاهلي. يا شادي خير واقعيا كل ماتش وله ظروفه، والتوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى، وحاله اللاعب يوم المباراه مهمه جدا. وكل الاحترام والتقدير. انا قلت لك الاهلي دوري، معلش كسر الفرقه، مع احترامي خدها، وبصوا خد الدوري ب 20 نقطه بينه وبين اقرب المنافسين. افريقيا الحمد لله بص معدي وزي الفل وجاهز و100 100 ومرشح بقوه بعون الله وتوفيقه انك تاخد البطوله العربيه اللي اشتركنا فيها. على ما الرغم ان ما فيش توفيق في الماتش الاولاني وخرجنا بعدم التوفيق، لكن كان مرشح رقم واحد. يعني خرجت انت الماتش الثاني ومفيش توفيق خالص، وصلت. والماتش الاول احنا جبنا جول يعني كلها عامل توفيق. انما انا بتكلم على الجهزان الفني، بتكلم على تيم يملك القدرات اللي تقدر تحسن بيها. فمن هنا بقول معلش المصري فريق كبير، بس هو بيقابل فريق كبير. حجم الجوانب اللي هتتعب حسام حسن كبير المفروض في هذا المباراه. لو انا النهارده ماسك فرقه المصري هفكر في ال 11 مركز، هفكر في الحلول الهجوميه، هفكر في ثلاث ثلاث الملعب، هفكر في الملعب الطولي وملعب العرضي، هفكر النهارده هدافع ازاي، هفكر ازاي ههاجم ازاي. واخد بالك؟ في حلول الاهلي مع احترامي الشديد، في حلول الاهلي وتنويع الاهلي كتير يا شادي كتير. لو عنده جري انا عندي جري، لو عنده قوه انا عندي قوه، لو عنده مهاره انا عندي مهاره، لو عنده خبر انا عندي. انت زي ما قلت انا فريق بطوله، انا خارج من دوري واخده، انا مكمل في افريقيا، انا خد بالك عندي الخبرات اللي تحسب، عندي البديل اللي جاهز، عندي الدكه فيها جاهزان، عندي تدوير المباراه خلال احداث مهمه جدا. يعني قصدي جاهز لكل حاجه. اجهز فريق حاليا مع اداره فنيه عندها انسجام وعندها تفاهم وعندها حاله كويسه جدا. انا شايف دي حقيقه بما يرضي الله، والامور ماشيه. قلت لي جمله عجبتني قوي يا كابتن ربيع، قلت لي المباراه النهائيه انت بتتكلم في عمر طبعا 89 طبعًا. اللي كان فيه سيناريو مع المدرب وحصل الكلام دوت واحنا في 2005 2006 النهارده في 2017، مهم جدا يبقى فيه سيناريو مع لعيبتك في المباراه النهائيه. ربع ساعه الاولى هنعمل كذا، نص ساعه الاولى طبعًا. اكيد الكابتن حسام مدرب كبير وفاهم اللي احنا نقصده كويس جدا. مفيش كلام ان حسام ليه دور كبير جدا. البطولات دي النهائيات بتاعت واحد توفيق الله ثم الاسباب في المدير الفني. بطولات مدير فني، اثنين لعيبه. مدير فني زي ما قلت ان بيحضر التشكيله شادي. اني تشكيل مين بقى؟ انا عندي عدد كبير جدا من جاهزيه من اللعيبه. صح. خد بالك، وبعدين بعد التشكيل التوظيف، وبعد كده خد بالك التدوير، وبعد كده انا بقى اخش على الحته الفنيه. دفاعيا هشتغل ازاي؟ وهجوميا ازاي؟ ازاي همنع الجول؟ واخد بالك في شقين مهمين جدا في الكوره، الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. انا النهارده هلعب، طب هلعب ازاي بيني شكل 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا 4-1 بكل مشتقاتها. انا بفكر طب عشان اقدر نسبه الاستحواذ عندي تبقى من اول دقيقه. واخد بالك؟ وانا وده سر من اسرار النادي الاهلي فنيا، انه بيروح يفنش، يعني انه عندي نسبه استحواذ في حاجتين مهمين جدا، التمرير والتحرك. بالكوره وغير الكوره، من هنا انا بفضل بقى ايه؟ اهمد اللي قدامي، انا اهمد اللي قدامي بس. وواضح ان حسام بيحفظ اللعيبه ما تفقدش الكوره بسهوله، ما تفقدش الكوره، خليها اطول فتره. ومن هنا بروح بقى باليمين، بروح من الشمال، بعمل كورساتي من العمق في تحرك رقم 10 عبد الله بطريقته المباشره على الجول، واخد بالك؟ بتمركزه بترابط الاربعه، خد بالك؟ فهو ده زائد حاجات كتيره جدا، الكورسات اللي بتعمل بدقه، خد بالك، من يمين والشمال، التصويب المباشر ده مهم جدا، الثوابت، عندك الثوابت اذا كان في فولات، في كورنر، ففي مجموعه عوامل فنيه اكيد المدير الفني بيجهزها مع انه عارف انا مين الحته هروح ان شاء الله هكسب. طب هو لو اداني مساحه اعمل ايه؟ واي فريق النهارده يدي مساحه النادي الاهلي هيتعب. النادي الاهلي هيلاقي مساحه يا شادي وانت لعيب كوره عارف هروح. صح. لان عندي المساحه، خلي بالك، هروح حتى لو زحم. يعني والطبيعي جدا ان انا متوقع ان هيبقى في مدافعه كتيره جدا، مدافعه في كل الاماكن، مدافعه مدافعه مدافعه، لان من غير مدافعه فرقه المصري عارفه ان بتلعب حجم كبير فني، حجم قدرات فنيه على اعلى مستوى، حجم خبرات، حجم عيل وعقل، حجم قلب، حجم مهاره موجوده. المهاره دي في اي وقت تخلص لك المباراه. والاهلي خلي بالك خلال احداث المباراه وسير المباراه يا شادي في اي وقت بامر الله تعالى وتوفيقه توقع انه يسجل، لانه يملك.
واخد بالك يملك. فمن هنا انا عاوز بقى انا افرض اسلوبي وافرض شخصيتي واشتغل هجومي واخد بالك ودفاعي، طبعا الدفاع ده موجود، انما الاهلي من فضل الله علينا انه جاهز وكويس، واعتقد ان في حاجات كثيره جدا الكابتن حسام هيحفظها للعيبه واللعيبه هينفذوها. هكلمك كابتن ربيع في الشق الدفاعي والتشكيل وبعض الامور الفنيه لما اللعيبه مع بعض داخل الملعب من وجهه نظرنا احنا لما بيبقوا موجودين، خصوصا بعد نزول عبد الله صالح جمعه مع عبد الله شفنا اداء هجومي كمان اكتر، وشفنا بعض الجمل التدريبيه اللي حضرتك تفهمها وانا اكيد افهمها، لكن هنشوف كمان جماهير النادي الاهلي توقعاتها ايه للمباراه، وبيوجهوا رساله للاعبين والجهاز الفني بيقولوا لهم ايه. بس هرجع اكلمك في الامور دي كلها، بس نروح نشوف تقرير جماهير النادي الاهلي قالت ايه ونرجع لحضراتكم. والله هو ماتش صعب، وان شاء الله ربنا يوفقنا، والنادي طبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم فن، يعتبر ثلاث ارباع مصر اهلي يعني، فان شاء الله طبعا ربنا يوفقنا واحنا بندعي للنادي من قلبنا. شد حيلكم، انتوا فريق قوي، عايز يكون عندكم روح، العب بحماس، وماتش صعب ان شاء الله باذن الله ربنا معاهم ويرجعوا لنا بالكاس، والاهلي معودنا دايما على الفرحه وعلى الانتصار. حابب اقول للاعيبه الاهلي ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى ماتش مهم جدا، وعايزهم يلعبوا برجوله لان احنا طول عمرنا بنلعب برجوله، واتمنى الفوز على الماتش المصري، وبعد كده نلعب السوبر وبعد كده نكسب السوبر، وعندنا افريقيا طبعا، فاتمنى من لعيبه الاهلي تلعب برجوله شويه. والله يا لوم بطوله الكاس بطوله مهمه جدا، يعني هكمل بطوله الدوري، وهيبقى السنه دي يعني نعوض البطوله العربيه، يبقى خدنا دوري وكاس، وهتبقى حافز البطوله الافريقيه، هتبقى يعني ان شاء الله هتدينا دفعه قويه جدا يعني، وبالذات ماتش مصر ليه حسابات خاصه جدا، رد اعتبار لكل حاجه، لان فرقه مصر يعني فرقه دايما بينا وبينها مطوشه بتبقى قويه جدا، فالماتش ده بطوله خاصه يعني. طبعا بطوله الكاس غايبه عندنا اكتر من 7 سنين، بالتحديد من اخر ماتش الاهلي كسب فيه الزمالك، ان شاء الله البطوله اهلاويه، يتبعها ان شاء الله كاس السوبر، يتبعها كاس الامم، كاس ابطال دوري ابطال افريقيا، ثم سوبر افريقي، ثم كاس عالم الانديه. طول عمر النادي الاهلي بيدور على البطوله، لا شيء غير البطوله. اهم حاجه الروح الطيبه بين الفريقين، طبعا في حسب مشاكل بين الاهلي والمصري دي كثيره، سواء الاهلي هياخد الكاس او المصري هياخد الكاس، اهم حاجه روح التاخر بين الفريقين، هو ده اللي بيبقى. لعيبه الاهلي داخلين على كل ماتش عايزينه بطوله، هو ده اللي احنا حابينه في الاهلي، ان اللعيبه داخله كل ماتش عايزه تجيب البطوله، فاحنا بقالنا 10 سنين ما خدناش الكاس، ان شاء الله هناخد الكاس، وان شاء الله هيبقى لماتش المصري ده برضه ديربي كده زي ماتش الزمالك، واحنا عايزين برضه الماتش يطلع كويس، وباذن الله هناخد الكاس، وان شاء الله يبقى دوري وكاس. ان شاء الله اللعيبه رجاله، وان شاء الله باذن الله يكسبوا، وان شاء الله ربنا يكرمهم وياخدوا البطوله باذن الله قبل افريقيا. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله الماتش ده. ماتش الاهلي المصري ده بالنسبه لنا بيستفيد فيه اسباب كبيره جدا. انا عايز الفريق الاهلي يغلب المصري باي وسيله. ليه؟ لان كابتن حسام حسن بدا اليومين دول يحفز لعيبته جامد جدا، قال لهم انا عايز 11 مقاتل مش 11 لاعب، وبدا يحفز جماهيره ولاعيبته وكل حاجه، بحيث ان الماتش ده كاس عايزينه لا انا برضه بقول لكابتن حسام زي ما انت بتحفز لعيبتك، احنا مش عندنا 11 مقاتل، احنا عندنا 11 لاعب راجل، باذن الله باذن الله هناخد الكاس. ان شاء الله الماتش هيمشي كويس وهنكسب ان شاء الله، وان شاء الله هناخد البطوله الثانيه، واللعيبه رجاله يعني، وهم اثبتوا الكلام ده في الماتشات اللي فاتت، وان شاء الله البطوله دي بتاعتنا. النادي الاهلي اسمي وعنواني، روح البلد الحمراء وعود انسوها، اللون الاحمر هو رمز البطوله. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونوصل حوارنا مع نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع، مهم جدا كنا نسمع اراء الجماهير وبيحفزوا لاعبتهم، وهو ده الدور المهم، هي دي الجماهير اللي بتخاف على ناديها، وجماهير بتساند ناديها، وكل واحد من حقه هو يقول او بيشجع الاهلي. فاكر لما كان الجمهور بيدخل الملعب قبل البطولات كان بيجي جمهور ينادوا كل لاعب باسمه؟ صح فاكر؟ طبعا مسانده ودعم.
فحقق وحاجه جميله جدا. طب جمهور النادي الاهلي جمهور اصيل يا شادي بصراحه، جمهور اصيل وجمهور محترم، جمهور في ذواق وفنان وعارف وطول عمره في ظهر اللعيبه. فالواحد سعيد جدا وان شاء الله كل خير باذن الله. ان شاء الله هكلمك في نقاط اكيد انا عارفها كويس، بس مهم جدا اسمع حضرتك على المستوى التدريبي. قبل ما اتكلم انت كلمتني اصل في نقطه مهمه جدا عشان نوضحها للناس اكتر، لازم يبقى فيه قبل ما تفكر في الهجوم يبقى بتدافع كويس. طيب هروح كابتن ربيع ياسين المدرب مش المحلل. النهارده لو عملت تقسيمه ما بين المدافعين والمهاجمين مين اللي هيكسب؟ تقسيمه فيها مدافعين بس ومهاجمين، مين اللي هيكسب؟ مهاجمين. انا اختلف معاك. معلش اختلف انت عشان ما اشتغلتش مدرب. مفيش مره اتعمل تقسيمه مدافعين ومهاجمين والمهاجمين كسبوا. لا ما عارف قول لي ليه بقى. المهاجمين كلهم بيروحوا يهاجموا لكن اللي بيدافع واقفين. يعني مثلا حصلت معايا على المستوى اكتر من 15 تقسيمه حصل فيها كده في حقبه ما يعني. وتبقى مش فاني، بتبقى جاد يقول لك هلاعب المدافعين ضد المهاجمين، فالمهاجمين ما بيسيبوش مكانهم، بيتمركزوا دايما في الهجوم وبيروحوا يهاجموا على حساب الدفاع، فتلاقي في الاخر الحصيله ان المدافع. بص عاوز اقول لك حاجه، لو انا عامل النهارده هجوم ضد الدفاع وانا جايب شق تدريب لمده 20 دقيقه و20 دقيقه الكوره في رجل المهاجمين، بنقول ب 20 محاوله، هل 20 محاوله مش هيجي منهم جول؟ هيجي. طب خلاص ما ينفعش، لان الطبيعي جدا انا بعمل جزء خططي مهم جدا بشرح فيه للعيبه ايه المطلوب، فبجمع المهاجمين كلهم وبعمل مثلا 10 مراكز او 8 حسب العدد، خد بالك ضد 8 مدافعين انا بقلل المدافعين ما اخليهمش 11 ضد 10 او 10 ضد 10، بقلل انا بعمل جزء عشان تنفذ الشغل الفني بتاعك. طبعا عشان الاقي ولاقي 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 وبوقف. فالطبيعي جدا ان زي ما قلت لك 20 محاوله ما فيهمش جول ما ينفعش. طب ما في فرق خلي بالك بتدافع بالتسعه والعشره ومع ذلك يدخل فيها هدف وبتبقى جاهزه بدنيا. ليه؟ لان هي دي وظيفه المدرب الشاطر يا شادي، ان انا بعمل حلول واعمل تنوع هجومي وبعمل نسبه كبيره جدا فنيا بتفق على مع اللعيبه، انا هروح هسجل الهدف عن ازاي واجيب جول ازاي. هو التحرك ده مش بيخلق هدف، هو التمرير. هو النهارده انت ليه بتكسب وبتروح ما شاء الله؟ عشان تمرير بدقة كمان مش تمرير عادي، وبحافظ على الكورة وعندي تحرك، بتلاقي جيدة بيتحرك وتلاقي مؤمن وتلاقي وليد وتلاقي عبد الله، هو كل واحد منهم راح فين عشان يسجل الهدف. عارف ليه يا كابتن؟ من وجهة نظري أنا اللي دايما النادي الأهلي لما بيلعب الفرق اللي هي بتدافع معاه بشكل كويس أو بتضغطه، لو أنت قابلته بالنقل الكتير اللي هو في وسط الملعب ده بنسميه إحنا يعني اللي هو ايه؟ انت بتخلي الفرقه تديها افضليه دفاعيه اكتر، تديها وقت، لكن الباص اللي فيه مخاطره. وده اللي بيعمله بقى لما بنشوف عبد الله السعيد او بنشوف صالح جمعه، لان انت بتجهز الهجمه نص الملعب بيحصل تحرك وخلخله، وصالح جمعه يعمل لك الباص الطولي اللي فيه مخاطره او عبد الله السعيد بيديك افضليه وبيخليك تنكمش، وهو ده اللي انت عاوزه يا كابتن ربيع. ما من ضمن الحاجات اللي بتعتمد عليها ما امتى اعلي رتمي وامتى هدي الامور. وانا خلي بالك 0-0 او داخل فيها هدف او كسبان غير ده غير ده غير ده غير ده في الريتم. ايقاع المباراه بيتفق مع المدرب مع اللعيب، وطبيعي جدا يا شادي وانا كسبان غير متعادل غير من غير، وطبيعي جدا الكره عندي في التلت الاولاني عند شريف غير التلت الوسطاني غير التلت الهجومي. صح. وطبيعي جدا ان انا النهارده عاوز يا جماعه في اقل عدد من التمريرات اوصل للجول عشان اسجل. هو هيفضل ينقل وينقل ويهدي ويبقى بطيء والفرقه ترجع ورا ويقول يجيب جول؟ لا، ده السرعه جزء من الشغل الفني بتاع المدير الفني مع اللعيبه خصوصا في التجهيز. طبعا انت بتشوف الفتره الاخيره، افتكر هدف الزمالك صالح اجايه وليد سليمان جول، افتكر الاهداف هتلاقي 1 2 3 1 2 3 1 2 3. اخر كوره بص بتاع الرابع بتاع سموحه الوان بتاع صالح لمؤمن تو ضرب بيه كل الناس، ليه ما وقفش صالح وقف عليها؟ واخد بالك ده جزء في التلت الاخير وشاف وعمل وان ده لمؤمن عاز. في لعبه قبلها بعيد عن الهدف كمان التمريره في مساحه فاضيه ورؤيه غير طبيعيه من عبد الله السعيد لوليد سليمان الهدف بتاع وليد الثاني، لكن عايز اتكلم عن اللعبه هي دي تدريب كنا بنشوف الكلام ده وليد. اللي هي اللي عبد الله السعيد استلمها برافو عليه وراح جاي لعبها ريحها له اجواء راح جاي شايطها في والهدف الاول مع عبد الله السعيد عامله منين؟ بتاع سموحه. صح.
واخد بالك؟ واحد واحد جول. اجايل هقلب فيها ولا عمل؟ هو ده بتقصده سرعه، لان انا خلاص محتاج ان اكسب، بعد كده ممكن انا وهدي واقف واضيع، لكن هو عاوز يخلص وخلص باقل عدد من التمريرات، ودي وظيفه المدير الفني مع اللعيبه يا شاهد، واخد بالك؟ حاجات كتيره جدا، فريتم المباراه وايقاع المباراه حسب سير المباراه من وجهه نظر المهم جدا المدير، سير المباراه ال 90 دقيقه ان انا امشي ازاي بيها، دي طبعا اكيد عوامل كتيره جدا بيعتمد عليها المدير الفني. فهرجع بقى ايه للهجوم والدفاع، فالهجوم والدفاع انا بنوع وبجيب بقى هجوم اعمل بعمل ايه في الكره اليمين في ناحيه اليمين، الكره الشمال في ناحيه الشمال، العمق، الجوانب الخططيه، مجموعات اللعب، الثلاثه ضد ثلاثه، اثنين ضد اثنين، افنش هجمه ازاي، الكره ما تكون في اليمين المجموعه الشمال ازاي، ما تكون في الشمال المجموعه تروح ازاي، حاجات كتيره جدا بيفضل يشرح فيها المدرب، يشرح فيها المدرب. ولكن الهجوم طول ما في هجوم كتير جدا، ما طيب ما يعني ليه بعمل كده يا شادي؟ عشان اخلخل اللي قدامي. طيب بطولة. انا هاخد من الجمله اللي حضرتك بتقولها ده، انا متفق معاك فيه تماما. الاهلي افضل فرقه في مصر بتعمل حاجتين، ما انت لما بنتكلم على اسلوب اللعب او طريقه اللعب اللي بيلعب بيها النادي الاهلي 4-2-3-1، وهو كابتن حسام مثبتها هتلاقي بيجيب اهداف في النادي الاهلي دايما، بيبقى فيه لا مركزيه كابتن خصوصا في الاطراف طبعا. ويبقى فيه تحرك بدون كوره بيديك افضليه في المساحات الفاضيه، عشان كده بنشوف حمودي بيوصل، بنشوف مؤمن زكريا، بنشوف وليد سليمان، بنشوف اجاي عشان بيعمل خلخله. يعني مثلا في هدف، بص اجاي فين ومين اللي اتحرك جوه، وفي لا مركزيه اللي انا بتكلم عنها، وشوف كام لمسه، ولو يعيد الهدف الثاني 15 كام معلول، اجاي واحده بالكعب، وليد شوف لمسه ولمسه ولا هو ده اللي تتكلم عنه في الثلث الاخير. ما انا بقى لقيت ايه؟ قلت لك المساحات، بص معلول لا المساحه في انه يقف ويمرر، اجاي لا المساحه نعملها بالكعب، وليد لا المساحه ان يشوطها جول. ربنا يديك التوفيق. غير التوفيق ما ينفعش النادي الاهلي ان يتساب كل المساحه، انا قصدي الاهلي لما يلاقي مساحه يروح، لان الاهلي خطير. انت عندك كمان قوه الهجوم طبعا. عندك مساحات كثيره جدا اللي اقصده، فالعوامل الفنيه اللي تخليك تروح عند المرمى المنافس كتيره، حلول كتيره شاد. منها مثلا عبد الله السعيد، عبد الله السعيد عامل الجول الاولاني منين؟ ما عبد الله عنده تمريرات حاسمه ممكن تحسم، صالح جمعه ممكن واحده بص الوليد راح جول سجل على طول، في تمريرات حاسمه، غير تحرك، واخد بالك، غير تمركز، غير المساعده، غير جاري في الثلث الاخير، غير ترابط الرباعي، انت عندك رباعي اربعه وواحد من الخمسه واثنين المدافعين، سبع لعيبه انت بتشتغل بيهم طول المباراه، سبع لعيبه بتروح بيهم. كابتن كمان عشان بتتكلم في امور فنيه دي موجوده، وبحييك اللي انت يعني مذاكر اللعب دي كويس يا كابتن. في نقطه برضو من وجهه نظر، يعني نزل مؤمن زكريا، صالح هو في الاختراق الفردي بيبقى 10 على 10، بس في لمسه سحريه من مؤمن زكريا، اللعب اللي هو 1 2، شفت اللمسه بتاعت مؤمن طبعا، ده ده, ده 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 نموذج يعني يتكرر والناس تتعلم منه، ما حدش قال فيها. انا راحش اجيب جول، بص دي وليد لقى المساحه خد الراجل في ظهره جول، بس لقى مساحه وخد الراجل في ظهره، ما ينفعش في الثلث الاخير. عبد الله حاططها له ايه؟ عبد الله رائع، عبد الله زي ما قلت لك، عبد الله عنده بقى ميزات كويسه جدا، غير انه بيعرف يسجل، غير انه بيعرف يقف في الثلث الاخير، عنده في اي وقت يا شادي تمريرات حاسمه، في لحظه ممكن يعمل لك واحده جول تخلص بيها المباراه. صح اهو، ده عمل اولاني والثالث، ده الثالث. كنت فاكر في حلقه اتكلمنا عن صالح جمعه؟ طب انا قلت لك ايه على صالح جمعه؟ لا حصل، انا متذكر كويس جدا، قلت لك اديله المساحه والوقت. صح هنا اهو ومعاك. ايوه حقيقه والله، فاكر لما كنت انا وكمونه هنا أيوة معاك قبل ماتش الاهلي والزمالك او حاجه زي كده، وكنا كان بدايه مباراه الكاس والبطوله العربيه، وانت راهنت على صالح، قلت وفورمة عاليه، في انضباط، في التزام، اديله مساحه ووقت اكتر. انت قلت كده بالحرف، ده ولد مخه كله كوره يا شاد. انت كان معاك في المنتخب الاولمبي، ده ابني، ده اللي ابني يعني واخد فيك الحمد لله. انا اعرف، انا الحمد لله يعني انا مرنت الاولاد دول فتره كبيره، منهم صالح، فاعرف قدراته، خلي بالك اعرف ايه اللي عنده مش عنده، اذا كان عنده بعض السلبيات ده صغير لازم يعيش سنه فاجيبه واقعد، لما اتقفل عليه وتحمل المسؤوليه وصدرته نجم من النجوم النادي الاهلي، واسمه مرشح في المنتخب، نجم من نجوم النادي، مش هقول هو لوحده، من احسن النجوم اللي موجوده، كلهم نجوم ما شاء الله، وكلهم رجاله، وكلهم لعيبه تستحق التقدير والاحترام. لعيبه النادي الاهلي بصراحه كلهم، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، اللي موجود واللي مشي، في هذا العام من الدوري او الرياضي، موسم الرياضي رائعين.
كل الشكر والتقدير والاحترام ليهم بصراحه يا شادي، مع جهازهم الفني ومع جهازهم ومع الاداره كل ده. فبص ادي نموذج رابع بان صالح وقف، ليه ما توقف؟ بصوا البصه، وقف بصه واحده اثنين ضرب المؤمن، عمل في غيره يتصرف غير كده، لكن هو دي امكانياته. هو ده اللي بقوله بقى، النادي الاهلي في الثلث الاخير انت عندك مشاكل كثيره جدا للفريق المنافس بالنسبه للنادي الاهلي في الثلث الاخير يا شادي. وهنا بص بقى، انت عندك 2 4 6 10 بيدافعوا خلاص، يعني بص الجاهزيه 10 لعيبه من غير الكوره، انت بتلعب 4 4 1 1، عبد الله بيبقى تحت راس حربه ازار الصريح او راس حربه جاي الصريح وتحتيه عبد الله، وبتجيب الاربعات كلهم خلاص الرصه. انما برضو عارف ليه يا كابتن؟ انا بكمل مع حضرتك، عشان تعرف ان انا مدرب كويس. لا طبعا انا بشرح لك كمدرب يعني. عشان لما تفقد الكوره الهجمه المرتده عندك من امكانيات اللعيبه اللي انت بتراهن عليها طول الوقت اللي تعمل لك المرتده. انا اللي بقول لك اهو من هنا بقول الجاهزيه، انا بقول لك يعني كلام فني، انا بتكلم مع شايف. انت شفت الكوره دلوقتي، الكل لعيب النادي الاهلي ورا تحت خط الكوره برافو عليه، وفي ثانيه بتلاقيه يسجل هدف، بيندفع لقدام، بينقل من تلت لتلت لتلت باسرع باقل عدد من التمريرات. عبد الله بيعمل واحده ومهم يستلمها، صالح بيروح جول صح سريع، انت جاهز الحمد لله. كل الفنيات اللي موجوده او كل العلم اللي موجود في التدريب يا شادي موجود في تيم النادي الاهلي. يعني ما اقصدش ان هم جابوا، لا ده فرقه جاهزه بتتمرن، عندها استقرار، عندها انسجام، عندها قدرات، عندها بتشتغل. انا ما بقولش مش عشان بتشتغل، والدليل خلي بالك ان النهارده احسن فرقه في مصر بتادي كوره وعامله نتائج تيم النادي الاهلي، عشان عنده فنيات يا شادي. التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وكل شيء باذنه، لكن ثم اسباب. ده اللي بتكلم على اسباب المدير الفني، اسباب لعيب، الاثنين مع بعض لازم يبقى في تراوت ما بين المدير الفني واللعيبه. المدير الفني بيحضر وبيجهز واخد بالك وبيشتغل، وطول الاسبوع بيحضر، عنده نسبه دقائق كثيره، نسبه ساعات كثيره جدا بيشتغل فيها. الناس تعرفه ان بقعد اسبوع احضر للمباراه، كل يوم تمرين ساعه وساعتين وثلاث ايام في صحو بعضه، بحضر في حاجات كثيره جدا صح. وبعد كده اللعيب اللي مطلوب منه اللعيب التركيز، الالتزام، الانضباط. انا عندي وظيفه، وظيفتي باك ليفت المطلوب مني، وظيفتي باك رايت المطلوب مني، وظيفتي عبد الله وهكذا. ففي عوامل كثيره جدا بتطلب من اللعيبه واللعيبه بتنفذ الحمد لله. كابتن ربيع بتشجع قبل عشان اعرف منك التشكيل من وجهه نظرك، وهل تحط زي ما الاهلي فنش عبد الله مع صالح تستفيد من الشق الهجومي بتاعهم؟ كل هسأله في حضرتك، بس قبل ما اروح للتشكيل من وجهه نظر حضرتك، انت بتشجع برشلونه ولا الريال؟ طبعا. ايه فطمني، انا انت حبيبي. انت حبيبي والله. 1-0 للريال وبكي جابوا في نفسه. لا ما اليومين دول خلي بالك، اليومين الريال زي ما الاهلي كده الحمد لله الفضل يعني. الحمد لله طمنتني. وانت كمان حبيبي يا كابتن ربيع، وحبيتك اكتر بعد ما قلت لي الريال يا كابتن. كابتن ربيع، تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك، هنروح لحراسه المرمى، تتوقع مين؟ شريف اكرام. شريف اكرام الاثنين اللي قدام عامل موسم رائع بصراحه، حاليا احسن حارس مرمى في مصر بصراحه بما يرضي الله. الاثنين اللي قدامه عندك انت ظروف الاصابات والمشيان وحجازي بعيد وهو رامي نجيب. ونجيب عشان نساعد رامي ونجيب رامي بدا يخطف فورمه كويس، الاصابات جت بعدها، ونجيب بصراحه لعيب محترم مطيع قاعد ماشي بيلعب ماشي وعنده حاله كويسه فين، بس ماشي كويس بصراحه. وخلينا نقول من ضمن الاضافات في المركز ده، خلي بالك اللي يتابع ايمن اشرف وكابتن حسام تفكيره كده، في لعيب بيبقى جوكر زي احمد فتحي بتحتاجه في وسط الملعب، وبيبقى او باك رايت او في اماكن لما احتاجه، لما تحتاجه لما يلزم الامر، وبيبقى مريح للمدير الفني اللي عنده لعيب بالنوعيه دي. فايمن اشرف بيلعب باك ليفت عارفه او مظبوط او سيرد باك، يبقى شريف اكرامي، رامي ربيع، محمد نجيب، مين باك رايت؟ احمد فتحي. احمد فتحي باك ليفت، معلول، نبيل معلول، اثنين ديفندرات، حسام عاشور رقم واحد. حسام عاشور مين التاني اللي جنبه؟ هيبقى عمرو السولية ولا حسام غالي؟ لا عمرو السولية. عمرو السولية. التلاتة اللي قدام الاتنين، انا خلي بالك كده اخرج صالح. لا انت انا بس انت ايه بتتحدى كمونة جوه نفسك، انا حافظك صح. لا انا بحسب، انا كان ليا وجهة نظر بس هو خد بالك ان صالح ان انا اكسب، لو عندي ثلاثه جاهزين اكسبهم ووظفهم لصالح المباراه
ولصالح الشغل الفني. انا كمدرب اصلا مدرب خلي بالك يعني ما اتكلمش على حساب بتكلم عموما ممكن انا يكون عندي الجرأة غيري ممكن عنده التحفظ عشان هو بيلعب بحته معينه اكسب بيها خلاص صح. كل واحد وفكره وممكن يبقى معاك ورق انت شايفه من وجهه نظرك يبتدي لكن لا اخليه معايا يعمل لي الفارق بعد ما الفرقه توجد انا وجهه نظري مثلا اقول لك لا انا عاوز اخلص مباراه بدري فانا ابتدي بقوتي اللي املكها وشكل هنا ونظم هنا وحفظ وابتدي ممكن لك لا 90 دقيقه مثلا هو يقول لك لا المباراه 90 دقيقه دي مباراه كاس ليها حسابات ثانيه خالص صح. في ممكن ياخد لك شوطين ثاني غير وممكن ربع ساعه وممكن نص ساعه وممكن حاجات كثيره جدا في الحسابات بتختلف بصراحه من مدرب ومدرب لمدرب. كابتن ربيع قلت لي حسام حسام عاشور عشان عارف حسام بيثبت حسام يعني ما عندوش حسام يعني معروف الثلاثه اللي قدامهم الثلاثة اللي قدامهم نفس الثلاثة اللي فات هيبقى حمودي وعبد الله وليد سليمان وليد طبعا سجل هدفين وليد هايل ورايع وعنده خبرات كبيرة جدا وجهي انا من وجهة نظري ده التشكيل يعني كان معانا تشكيل الكابتن ربيع وكده قال لنا التشكيلة اقوله مرة ثانية ده توقع الكابتن ربيع شريف اكرامي اثنين سرد باكات محمد نجيب و ورامي ربيعه احمد فتحي علي معلول حسام عاشور عمرو السليه قدامهم الثلاثي عبد الله السعيد في القلب وليد سليمان جونيور اجاي في الخط الامامي و واحمد حمودي ادي تشكيلك على الهوا هو كابتن ربيع هو مش هيخرج ليه اخترت التشكيل ده كابتن ربيع التشكيل ده هو انسب تشكيل هو لعب باخر مباراه باستثناء واحد بس احمد فتحي والتشكيل ده كان مثالي وكسب بيه 4-0 ولو انت دورت هتلاقي كلهم فورمه كويسه جدا وادوا بشكل رائع فجانب التثبيت الانسجام التفاهم الفورمه السياسه الفنيه بتاع حسام البدري هو خد اللي عاوزه فنيا فما اقدرش النهارده وواضح ان الكابتن حسام عنده برضو ايه خلاص يعني هو بيلعب على الصح قوي ان شاء الله انا خلاص هو دول الصح فلو مسكنا عبد الله وجوده مهم جدا وليد سليمان رجع وسجل هدفين قعده ما ينفعش اجاي ده بقى الجوكر اللي انا بستخدمه في اي حاجه في اي حلول واي مرونه تكتيكيه بلاقيه عارف ليه يا كابتن ربيع سقوطه المفيد للفرقه بيخلي انطلاقه تيجي من وليد لعيب رائع بيمرد لعيب رائع وانا قلت خلي بالك من شهور والله من شهور حتى ده ما ترحمش تقطع الراجل قال لك لا يستحق لا 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 يستحق مين ده لعيب جوكر مهم جدا جدا شوف كفايه ادبه كفايه احترامه كفايه يعني بص حب اللعيبه ليه وحبنا احنا ليه وحبه واحترامه للفرقه الحمراء دي حقيقه واخلاصه دي مهمه جدا وبعدين لعيب مبدع فنيا تعالى في الشمال هيزي تعالى في القلب هيجي تعالى في اليمين تعالى صريح بيحل لي حلول الاربع مراكز اللي قدام يبقى لعيب ده ولا مش لعيب يا جماعه وبعدين بيسجل وبعدين عنده ميزات ان بيصنع وبيسجل ده جاب جول عالمي في سموحه واحده اثنين ثلاثه من فوق جول صح ده في يعني الراجل خلي بالك كابتن اقول لحضرتك على حاجه اللقطه انت قلت عليها في البدايه لونج باص عرض عبد الله وحمودي لمسه سحريه بس لو ما اتحركش اجاي اللي هو ياخد في المساحه الفاضيه دي وضرب الاوفسايد ممكن تبقى لو انا اقول لك عمل حركه برضه هدف عالمي يا رب بتاع الزمالك الثاني هو سجل هدف ثاني فين؟ في الزمالك تقريبا؟ في الزمالك خد الكوره من نص الملعب ماشي؟ لعبها لعبد الله على الشمال بص جري من نص الملعب عارف ان وظيفته فين انا راس حربه هات لي الهدف ده كابتن لقطه فنيه من مدير فني قدير اللي انت قريت اللعبه دي طبعا الناس دايما بتجيب الفينش الاخير لا لا ده هو لعبها في مساحه وانطلق زي السهم بصوا كانوا الفينش كمان كان في نص الملعب الاهلي شوف بقى لازم تعرفه الملعب كل واحد ليه مساحه محدوده بيلعب في الملعب كل مركز ليه مساحه واخد بالك بيجري فيها هو جري بعد كده مين الـ وظيفته في الملعب ده ايه انا راس حربه صريح فنزلت شويه بعد الكوره وبطأ ده فادع اسبرنت طق عشان يلعبها له عبد الله ويجيب الجول الثاني شفت الفينش هايل فينش. يعني ده يجي من لعيب ايه ده لعيب ايه ده لعيب عادي لا يمكن لا يمكن يعني بصراحه انا راجل مدرب وراجل لعيب كوره انا بتكلم على واحد بصراحه من احسن الصفقات اللي جت في تاريخ الافريقيه او الاجانب لعيب بقول لك بينتمي غير ان هو جه بسرعه وانسجم وادى ومش اللي هو منك لا دي حقيقه والله العظيم انا ما بالغش انا بتكلم يا جماعه فنيا فكره زي الهدف ده وكتير ده في كتير جدا خلي بالك عشان في اهداف كتيره جدا هو قايم بدور بيساعد فيه مدربه وبيخدمه على اكتر احسن خدمه ان اللعيب يا شادي يسمع كلام المدرب ان صح. يسمع النهارده يا راجل من نص الملعب العب الكوره
واروح جاري في المساحه عشان انفذ المطلوب مني بالكوره. اهي اهي. طيب بص بقى انا اختم. لا ارجع لي بقى من الاول بقى الجمله اللي قالها كابتن ربيع. خلي بالك دي مباراه زمالك والكبير بيظهر في المباراه الكبيره طبعا تقيل. يعني في لعيب ممكن مباراه زي دي يبقى مخدود ما يظهرش بالمستوى ده. تاني هدف ليه تقريبا في الزمالك. انا عايزك تجيب لي شادي اللقطه من الاول اتفضل عشان الناس ما تقولش بس بنتكلم نفسنا شادي ومخرجنا. لا لا من نص الملعب هو اللي عمل الباص ده لعبد الله من نص. هو من نص الملعب. ايوه كان انا من الاول. من الاول ارجع كمان. معلش هات لما ارجع لي من بدايه اللعب. لا برافو عليك. ايوه بس برافو عليك. برافو عليك. هي الكوره جايه له. برافو عليك. شاف عبد الله لعبها في مساحه. شاف عبد الله لعبها له في مساحه فاضيه. وبص حواليه كام يا شادي؟ اربع لعيب. بص بقى جريته يا سلام. سبرنت جول كمان. كمل اللعبه. كمل مشيها عاديه معاه. ماشي ماشي تمام. ماشي اقف. بص بقى فين يا كابتن يا جماعه؟ جوه الصندوق. كمل اللعبه للكابتن ربيع. ايه ده ايه ده؟ بص واحده والثانيه وشاف. يا راجل ايه ده؟ بص بقى بص عليه. اتنين كام واحد؟ اتنين. خلي بالك قريبين من الكوره. واحد قريبين منه. اربعه. تقول لي بقى ده لعيب عادي؟ طب ايه رايك في الناس اللي انتقدته؟ لا لا انتقد مين؟ ده انا بتكلم بفنيات يا باشا. طب اقول لك دليل اهو. خلي ينتقد ينتقد. وبعدين ده جاب هدف عالمي. ده مش هدف مثلا عاملها ومش شايف. ده بص لعب الكوره لعبد الله. وبعد كده بص عنده بقى ايه؟ التمرير واحد. التمرير. التحرك اثنين. الرؤيه ثلاثة. الاستقبال أربعة. التصرف خمسة. الجول. يا خبر أبيض. طب دول الخمس حاجات اللي قلتهم يا شادي لما يكون عنده. الخمس حاجات اللي تتناسب مع الشق الهجومي ولعب بالمواصفات الهجومية. دول عنده يبقى إيه اللي مش عنده تاني؟ ده جاب هدف عالمي يا جماعة. بص يا عبد الله. بص يعني هو واقف عبد الله ما شاء الله. شوف بقى استلام واحد وجيب كابتن. صعبة عدل نفسه. صعب جدا يا كابتن. عدل نفسه. بص وقف وعدل وبص لمين وشايف. يا سلام. يا ده هدف عالمي يا جماعه. ده بما يرضي الله. كمل اللعبه. بص حطيتها فين يا كابتن؟ وزي ما قلت في مين؟ في تيم نادي الزمالك. في لعيبه كويسه. في لعيبه مهره. في لعيبه جاهزه. ده بما يرضي من احسن الصفقات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. والله الكلام ده قلته من شهور يا والله قلته من شهور. فعشان كده انا رشحت لك قلت جاي لعيب جوكر بيحل للكابتن حسام. وبعدين في نقطه بينفذوا اللي عاوزه يا شادي. صح. فانا بامتياز. فعشان كده بقول لك هو يبقى صريح. و مودي كويس ورجع وبقى موجود وهو بيعتمد عليه حسام ومقتنع بيه جدا. هو لعيبه من احسن الصفقات اللي جت. عنده ميزات كتيره جدا بالكوره. واخد بالك؟ بيخترق وبيصنع وبيروح وبقى فت وبقى جاهز. هو كان لما كان بعيد كان بيبتدي بيه مع عبد الله. طبعا وجود عبد الله رقم 10 في حتته دي حتته دي صنع عبد الله. وفي نفس الوقت هو بيحتاج بقى صالح طبعا وبديل رائع ممكن يحلوا اللي هو عاوزه. ما عارفين احنا مين بقى اللي بيقعد بره وبيعتمد عليهم وبينزلهم في كل الاوقات. هقول في نهايه كلامنا في الكوره الكاس يا اهلي. روح الفنانه الحمراء ان شاء الله هتبقى موجوده. اللي يلعب يلعب. المهم الاهلي يكسب وجملتنا المعتادين عليها. كمان استمتعنا باراء الكابتن ربيع ياسين معانا النهارده. شكرا يا شادي. وفي النهايه عايز اسال حضرتك كابن من ابناء النادي الاهلي وككابتن مصر وك عضو جمعيه عموميه موجود في اللي احنا بنناقشه كل يوم ونختم مع حضرتك بالسؤال ده. ايه رايك في القرار النادي الاهلي اخده بالتصويت للجمعيه العموميه على اللائحه الملزمه من وجهه نظرنا على يومين؟ هو طبعا المهندس محمود طارق استعان بمجموعه كبيره جدا من الخبراء القانونيين طبعا. وهو اكيد الناس كلها بتشتغل لصالح النادي الاهلي مفيش كلام. كلنا حابين ان النادي الاهلي يبقى هو فوق الجميع زي ما ده شعارنا. والاعضاء واعيه جدا وفي تراوت ما بين الاداره والاعضاء وكل ماشي عشان الدنيا تنجح وتبقى كويسه باذن الله تعالى. والواحد يعني حاسس ان ان شاء الله في حاجات كويسه باذن الله في المستقبل باذن الله تعالى وتبقى جمعيات عموميه ناجحه باذن الله تعالى. واكيد رئيس مجلس الاداره المهندس محمود طارق بيعمل للصالح العام وبيعمل للنادي الاهلي. راجل عنده ايجابيات كويسه جدا وحاجات جميله جدا وحالات والاعضاء حاسين. انت عارف ان احنا بندعي وقتنا كله معظمه في النادي الاهلي فبنسمع وعارفين. فان شاء الله الجميع يتكاتف باذن الله تعالى من اجل مكانه النادي الاهلي واللي بيحتلها والاسم الكبير. وكلنا دايما الحمد لله بنحاول نرفع من اسم نادينا وان شاء الله نادينا دايما هيبقى في المقدمه باذن الله تعالى. نجم مصر والنادي الاهلي
والخلوق المحترم الكابتن ربيع ياسين، شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيد وحضرتك موجود معاك. شكرا يا كابتن شادي، متشكرين. شكرا، اشوفك على خير دايما ومتالق، متشكرين جدا. استمتعت معاك النهارده في الليل كتير. انا استمتعت معاك، كتر خيرك وموفق دايما ومتالق دايما. اشكرك كابتن ربيع ياسين. دلوقتي كمان معانا حالات بالفيديو رصدها الدكتور احمد ثابت. نروح نطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل الدكتور احمد ثابت. برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا وفقرتنا الثانيه مع الدكتور احمد ثابت. رصد لنا بعض اداء اللاعبين، دورهم الدفاعي والهجومي، وكمان طريقه لعب منافس النادي الاهلي في المباراه النهائيه. مهم جدا نسمعه، دايما بتقدم خدمه خمس نجوم للكابتن حسام البدري. تحياتي ليك في الاول يا كابتن شادي، ودايما منور كده، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه باذن الله. قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا بحييك دكتور احمد على اللي انت محب للنادي الاهلي، دايما بتقدم مسانده ودعم وبتذاكر الفرق وبتتكلم بشكل عام في قناه النادي الاهلي عن نقاط القوه والضعف، دي حاجه انت تشكر عليها. الله يكرمك. ده النادي الاهلي بالنسبه لي ده اسلوب حياه، يعني النادي الاهلي حاجه بالنسبه لي حياتي يعني. طيب في البدايه انت رصدت في مباراه النادي الاهلي بعض النقاط، بعض النقاط في اداء على سبيل المثال عمرو السولية. طبعا الثنائيه الارتكاز اللي هي عاشور والسولية عملوا مباراه هايله يعني بصراحه، من افضل الاثنين لازم يكونوا في منتخب مصر، سواء عاشور او السولية. بالنسبه للسولية تحديدا، يمكن الجمهور ما يحسش بدوره قوي، لكن هو بيقوم بدور مهم جدا 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 حتى في مباريات دوري ابطال افريقيا، وهو كسب الكره الثانيه. يعني ايه الكره الثانيه؟ ده اللي هنشوف بالفيديو دلوقتي، ازاي يعني ايه لاعب وسط بيكسب الكره الثانيه. ممكن المشاهد ما يكونش فاهم الكره، مثلا حد لعب من ورا، ربيعه لعب تمرير طولي، الكره ارتدت، مين اللي هيكسب الكره من ورا؟ السكند بول. مين اللي هيكسبها؟ لو مفيش لعيب يكسبها هيبقى عندك فجوه. ده برضو موجود على فكره في النادي المصري. فريد شوقي بيعملها بشكل كويس جدا، بشكل مميز كمان. عمرو السولية في النادي الاهلي بيعملها بشكل مميز جدا. يمكن لو شفنا الفيديو الاولاني معانا لعمرو السولية تحديدا، هتلاقي يعني ليه بعض الادوار الناس ما تحسش بيها. حتى برضو في الهدف الثاني هنشرحه برضو في ادي اول لقطه معانا دي. مثلا بص حضرتك، الكره ميته خالص، محمود عزت بيطفش الكره، قلشت منه. بص بقى عمرو السولية جاي منين؟ عمرو السولية جاي ضغط 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 اهو. هي ايه؟ لولا ضغطه ده اللاعب ما كانش عمل الكره كده، اتحولت من بناء هجمه لسموحه لضربه ركنيه للنادي الاهلي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان عمرو السولية ضغط وكسب الكره الثانيه اللي هي مرتده من دفاع نادي سموحه. طيب خليني امشي معاك خطوه خطوه عشان نتكلم كوره شويه. فمعناها الضغط الجماعي لو عمرو اثر في قصه الضغط هنا كان هتبقى هجمه واعده لفريق سموحه. ولكن عمرو الدور ده ممكن مثلا المشاهد ما يكونش مركز معاه قوي لعمرو السولية، لكن لو انت مركز مع تحركات عمرو السولية في الضغط، بص حضرتك هيبنوا هجمه. عمرو السولية لولا الضغطه دي لا اتحولت من هجمه لسموحه لضربه ركنيه للنادي الاهلي، بقت هجمه واعده للنادي الاهلي. اقول لك على معلومه كمان، دايما اللاعب المصري بيتحط تحت ضغط تلاقيه بيغلط. طبعا. وده يمكن عمرو السولية مميز بالحته دي. دي كره ثانيه برضو، دي على فكره بدايه الهدف الثاني. بص عمرو السولية حضرتك ده في قطع الكرات، عمرو السولية مميز قوي، هو اللي بدا الهجمه، هو اللي قطعها ولعبها ثاني لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيلعبها، ده الهدف الثاني اللي هو عدد حوالي 7 تمريرات. طبعا الكره دي على كلامك، المباراه اللي فاتت دي عمرو السولية تالق فيها بشكل كبير، سواء على مستوى الميس باس كان قليل جدا، قطع الكرات عايز تقول ايه؟ اتفضل. مميز اول حاجه على دقه التمرير القصير والطولي، ثاني حاجه عمل تمريرات طوليه كتير جدا. عمرو السولية يعني بالنسبه للرؤية لعيب، يعني بصراحه لعيب مميز جدا. انا مش عارف ده معناه ايه؟ لما اللعيب بياخد عدد من المباريات بتجيله فورم المباريات وبيزيد في المستوى. طبعا. دي برضو كره ثانيه، عمرو السولية رجع وعمل التغطيه، دي الحاله الثالثه لعمرو السولية. يمكن ادوار خفيه مهمه جدا 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 لاعب الارتكاز. بص حضرتك راجع هو اللي ايه؟ طلع الكره دي. لا ادوار مهمه جدا، يعني انا مش جايب حاجه هجوميه، لا انا جايب ايه؟ الادوار الدفاعيه بالذات ودوره في كسب الكره الثانيه لعمرو السولية. لاعب مهم جدا، لاعب مميز قوي بالتمرير الطولي. عمرو لسه محتاج شويه بس حته المحاولات على المرمى، لو ظبطت هيبقى لاعب وسط نموذجي. عمرو السولية لو ظبط حته التسديدات زي ما كانت موجوده في الاسماعيلي، لا عمرو السولية بصراحه يبقى افضل لاعب وسط في مصر لو ظبط حته التسديدات كمان. كمان انت بتتكلم على حسام عاشور. حسام عاشور في المباراه دي يعني ايه؟ مايسترو، قائد فعلا للنادي الاهلي في ثنائيه عاشور اللي هي الارتكاز الدفاعي وعمرو السولية الارتكاز الهجومي. عاشور ما بقاش ده، بص حضرتك ما بقاش دفاعي بس. بص حضرتك الارقام، الاكثر تمرير في المباراه، يعني اكتر لاعب لمس الكوره حسام عاشور. مرر الكوره 74 مره،
الأكثر تمرير صحيح 72، يعني 72 تمريرة صحيحة من 74. نسبة دقة تمريراته للأمام، عاشور مش بيبازل ورا بس زي ما الناس بتقول، لا عاشور بقى الوقت عنده حتة التمرير فعلا. دقة تمريراته، نسبة تمريراته الأمامية 32% من تمريراته، يعني تلت تمريراته القدام، ودي حاجة تحترم جدا. برضو من ضمن مميزاته أنه كان الأكثر في استخلاص الكرات أو قطع الكرات 18 مرة. سد الهجمة هو من أميز اللعبة في مصر. طبعا. وخبرات عاشور، عاشور لعب عدد دقايق كتير جدا، وبقى من كتر الدقايق اللي لعبها بقى مميز جدا. بص حضرتك الكرة دي اهي، ادي تمرير طولي بهجمة على طول للنادي الاهلي. الكرة دي لولا حمودي بس لو كان مركز فيها شوية كانت جون. دي جاية منين؟ جاية من حسام عاشور. البداية بتحسب خلق او صناعة فرص لحسام عاشور. ادي واحدة تانية لعبها لعلي معلول، علي معلول اللي هيلعبها لاجاي. بص ادي عاشور اهو هيلعبها لعلي معلول، اجاي هيقطع القريبة بدلك. دي كورتين جايين منين؟ من حسام عاشور. حسام عاشور كمان ما بقاش اللي هو يعني حته التمرير الطولي دي تحسب لحسام عاشور بامانه. فانا شايف ثنائيه عاشور والسلاش يعني ثنائيه ممتازه جدا، يعتبر اقوى خط وسط في مصر حاليا. محمد يمكن طبعا كنت عايز تقول حاجه على هشام محمد، بس خليني اكمل حاجه على الاحصائيه اللي انت وريتها لنا من شويه. تمام. افساد الهجمه مزوده مميز 18 مره. تغيير رتم الفريق، حسام عاشور يقدر يتحكم في رتم المباراه. رقم 2، رقم 3، اللي حسام عاشور عنده ميزه من وجهه نظري، اللعيب في مصر الوحيد بيلعب الوان تاتش والتو تاتش. صح. بيتحكم في الفريق، بيتحكم في ايقاع الفريق. يعني احنا شايفين مثلا لعيبه ثانيه في انديه ثانيه ما عندهمش حته التحكم في ايقاع الفريق. ده ميزه دايما النادي الاهلي ان هو بيبقى عنده، يعني انا شايف اسباب النادي الاهلي ليه النادي الاهلي على طول بياخد الدوري. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده طبعا غير الخبرات غير الكلام ده، كفنيا النادي الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي عنده 3 ستيشن في الملعب او محطات. يعني ايه المحطة الأولى في بناء اللعب؟ لو بصيت ورا مثلا كان موجود أحمد حجازي أو رامي ربيعة أو سعد سمير. المحطة الثانية بيبقى حسام غالي مثلا. المحطة الثالثة عبد الله السعيد أو صالح جمعة. مفيش فريق في مصر عنده ثلاثة بيبنوا هجمة، ثلاثة كرييتور في الملعب، مستحيل تلاقيها في مصر. يعني النادي الزمالك طارق حامد مثلا وتوفيق ما عندهمش حتة بناية الهجمة. حتى أصلا هم عندهم حتة القائد مش موجود، ما عندهمش بلاي ميكر في وسط الملعب. محمد إبراهيم اتصاب كان عندهم بيعمل الحتة دي وهو واحد بس. كان النادي الاهلي عنده 3 ستيشن، دي مش موجوده في فريق في مصر. النادي المصري مثلا ما عندوش غير فريد شوقي واحمد كابوريا ما عادش بيلعب. النادي الاسماعيلي برده ما فيهوش الكلام ده، عنده حته ابراهيم حسن بس. فالفريق الوحيد في مصر اللي عنده 3 ستيشن او 3 محطه في بناء اللعب زي مثلا ريال مدريد. عنده ريال مدريد اقوى فريق في العالم ليه دلوقتي؟ عشان قوه خط النص، مودريتش كروز اسكو، الثلاثه اللي هم وكاسميرو طبعا بيغطيهم من ورا. ريال مدريد بتشجع ايه؟ مدريدي. صدق النهارده يوم جميل قوي، 2-1 كريستيانو جاب الهدف الثاني، نزل الشوط الثاني بقى الحمد لله. الحمد لله. طيب لسه كنت انت علشان على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عبد الله السعيد طبعا قدم مباراه كبيره جدا. يمكن عبد الله بقاله فتره بدا يستعيد مستواه بعد ما رجع من الاجازه. طبعا عبد الله مميز دايما بحته التمريرات الطوليه، كل كوره بتلاقيها حتى لو هو ممكن ما يكونش سريع شويه ولكن مسته في التمرير الطولي بجون على طول. دي ميزه عبد الله السعيد طبعا لا غنى عنه سواء في الاهلي او في منتخب مصر. لعب هو يمكن 90 دقيقة، طبعا عمل اسيست، صنع 3 فرص غير الاسيست، صنع 3 فرص. نسبة دقة تمريراته القصيرة عالية جدا 96%. عدد تمريراته الطولية يعني التمرير الطولي 10، ده برضه رقم كبير جدا بيأكد إن اللاعب ده عنده رؤية، لاعب اللي هو بيعمل لك التمرير الطولي بمسافة كبيرة جدا. دي برضه وبنقول عنه دايما مش الباص التقليدي اللي فيه مخاطرة. اللي فيه مخاطرة اللي هو برضه هيبقى موجود في هشام محمد. قطع الكرة 6 مرات، فقد الكرة 4 مرات، عامل 4 عرضيات، راح على الجون مرتين محاولتين، فدي أرقام يعني أرقام مميزة برضه لعبد الله السعيد. وعبد الله السعيد للأمانة يعني واحد من أفضل اللعيبة في مصر إن لم يكن الأفضل يعني. طيب كنت بتعمل بتقول لي في الاول كده قلت جمله مش عايز اعديها كده، هشام محمد. طبعا. الاهلي هيستفيد منه في ايه؟ هشام محمد انا بعتبره حاليا هو في الموسم اللي فات ده لو اي محلل رياضي في مصر يجي تقول له مين افضل ارتكاز في مصر في الموسم اللي فات هو هشام محمد. ليه؟ هشام محمد اولا لاعب بجوكر بثلاث مهام، بمعنى انا كابتن حسام طبعا كان لازم يعيده في قائمه افريقيا. ليه؟ لاعب اولا لازم يلعب يعني بيلعب في ثلاث اماكن. افرض عاشور لا قدر الله اتصاب واحمد فتحي انت عايز تستخدمه كباك يمين، ممكن يلعب كهولدنج ميدفيلدر لاعب قطع كرات. افرض عمرو السلاله لا قدر الله اتصاب او مثلا ايقاف مثلا مش شرط اصابه، هيلعب مين مكانه؟ هشام محمد عنده حته البوكس تو بوكس. وعلى فكره هشام محمد يعني لاعب كمان عنده خبره النادي الاهلي ولاعب متربي، هو يمكن رقم 4
يعني بعد مثلا اكرامي وبعد عاشور وبعد متعب رقم 4 هو هشام محمد، فهو اصلا كابتن من يعني من ابناء النادي الاهلي، فعنده حته الخبره وعنده حته الشخصيه بتاعه النادي الاهلي وعنده حته القياده، ودي مهمه. اللاعب مش هيجي مش محتاج وقت ان هو ينسجم، دي نقطه مهمه جدا وبتفرق مع اي لاعب، عكس مثلا ما تجيب لاعب من بره او اي لاعب تاني، لا ده ابن من النادي الاهلي. النقطه الثالثه ان هشام اصلا مركزه الاصلي بلاي ميكر، يعني ممكن لو عبد الله السعيد او مثلا حبيت عبد الله لا قدر الله موقوف وصالح جمعه حبيت تستخدمه ورا وتلعب بثلاثة ارتكاز قدام الترجي عندك حل من عندك عندك حل من الحلول، فده لاعب اللي بيلعب لك في ثلاث اماكن ده برضه هجوميه لما وانت بتشوفه السنه اللي فاتت مع فريق مصر طبعا ده اللي هتبينه الارقام اللي هنعرضها عدد المحاولات على المرمى. يعني لو عملنا بقى مقارنه ما بين هشام محمد وحسام غالي يعني هشام محمد طبعا شكل لحسام غالي برضه عشان دي لا هشام محمد طبعا طبعا الفرقه اللي ليه شخصيه الاهلي هيفتقده طبعا طبعا يعني. حسام غالي طبعا قائد كبير وواحد يعني من اعظم الناس اللي مسكت شرط القياده يعني في النادي الاهلي طبعا. ولكن الارقام طبعا بناكد للناس ان هشام محمد ان شاء الله هيكون خير خليفه لحسام غالي، الناس اللي هتطلع وتطمن على النادي الاهلي. بص حضرتك السن طبعا حسام غالي 36 هشام محمد 27 سنه، عدد الدقائق اللي لعبها حسام غالي 1444 لكن هشام محمد لعب 2405. بالنسبه للاهداف هشام جاب جون حسام غالي ما جابش، هشام محمد عمل 3 اسيست. يعني الملخص الارقام دي عشان الناس بس تركز في ارقام معينه. بالنسبه للاستلام الكوره اللاعب اللي هو المحطه الاستيشن اللي لسه كنت بتكلم عليها، هشام محمد مستلم الكوره 1500 مره 1556، ده رقم بيدل ان هو عنده حته المحطه زي حسام غالي بالظبط، مستلم الكوره 1091 طبعا هشام اعلى. فدي بتاكد النادي الاهلي اللي لسه كنت بقول لحضرتك الفريق الوحيد في مصر اللي عنده 3 ستيشن في الملعب هيبقى في شخصيه ده كابتن حسام كمان طمعان السنه الجايه ان هو يعمل 4 ستيشن. بمعنى ايه؟ انت عندك سعد سمير، عندك السليه وهشام محمد وصالح جمعه، لو لعبت بالاربعه دول الاربعه ايه؟ لعيبه كوره، الاربعه عندهم حته البناء الهجمه، فانت عندك اربعه بيبنوا هجمه، دي مش موجوده في اي فريق في مصر مستحيل. فطبعا بالنسبه لقطع التمريرات هشام محمد قطع الكره 64 مره اعلى من غالي، بالنسبه لاستخلاص الكرات برضو اعلى من حسام غالي، بالنسبه لفقد الكوره الاثنين زي بعض، عدد المحاولات على المرمى اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، حسام غالي عامل 9 محاولات، هشام محمد عامل كام محاوله؟ 47. وده رقم بياكد ان هشام محمد برضه عنده ميزه البلاي ميكر، عنده حته الزياده لقدام، ودي نقطه بنطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هشام محمد هيكون خير خليفه لحسام غالي، سواء من ناحيه القياده، سواء من ناحيه ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، سواء ان هو كمان بيلعب في كذا مركز. هشام يعني كابتن هاب جلال كان بيستخدمه ان هو بينزل كهولدنج ميدفيلدر وداوده قدام شويه بوكس تو بوكس، ينزل يبني حته عنده حته التمرير الطولي دايما لاحمد الشيخ. طيب من ضمن الحاجات اللي عايز تتكلم فيها الحالات بتاعه مباراه السموحه والنادي الاهلي. طيب بالنسبه لاجاهي بقى اجاهي ده يعني انا بصراحه شايف ان اجاهي حاليا افضل مهاجم في النادي الاهلي، ما ينفعش يخرج من البوكس. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا لما بيلعب جناح بيفقد خطورته تماما بامانه، يعني كابتن حسام بيعتمد عليه. لو خدنا بالنا احسن ماتشات لعبها الاهلي السنه دي ايه؟ كان ماتش الزمالك، الماتش اللي فات بتاع سموحه، ماتش الوداد في القاهره، ماتش الاتحاد الدور الاول. لو حضرتك ركزت في كل المباريات دي هتلاقي اللي كان بيلعب مهاجم هو اجاهي. ليه؟ لان اجاهي عنده حته المهاجم الوهمي، بينفذ فكر كابتن حسام بالنص اللي هو ايه؟ اللي هو يعني اجاهي بينزل يسقط دايما محطه، ينزل يسقط ويلعب لعبد الله وتلاقيه بيتحرك، دي نقطه مهمه جدا، ويفتح اللعب على الاطراف المهاجم الوهمي. واحد كمان من الاطراف سواء وليد او مؤمن او طبعا يعني انا بحس لما اجاهي بيلعب مهاجم وهمي بحس ان النادي الاهلي بيلعب تيكي تاكا بامانه شديدا، بيلعب بطريقه لعبه برشلونه اللي هي 2007 ايام ميسي لما كان بيلعب مهاجم وهمي، بينزل يسقط لتحت ويفتح مساحات. دي نقطه مهمه جدا، غير ان اجاهي عنده ميزه في بيجيب اهداف خياليه، يعني بيجيب اهداف معلم، لعيب ذكي ولعيب فعلا عبقري. اللي اتكلمنا عنه من شويه مع الكابتن ربيع ياسين، الهدف اللي هو ده من نادي الزمالك كان طبعا اكثر من رائع، احسن ما اللي هو الهدف في نادي الزمالك، ولو الهدف ده برضه رائع عمود لعبها له اهداف بصراحه. يعني اجاهي يعتبر حاليا انا شايفه ما يخرجش بره الصندوق. اجاهي لعيب مهم في المباراه دي على فكره، صنع هدف، هو كان رجل المباراه اجاهي عشان يدي له حقه. اجاهي رجل المباراه، ده الجون اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه طبعا، استلم وثبت الونش وحطها في البعيده، هدف فينش عالمي، فينش خيالي، معلم رائع. معلم يعني لعيب بصراحه ما شاء الله عليه، يعني وافاده وقويه جدا، ضربه قويه جدا للنادي الاهلي. طيب انت كنت عايز تجهز ايه كمان بالنسبه بقى للمصري؟ اتفضل. بالنسبه للمصري عايز عشان الوقت نتكلم على طريقه اللعب الجديده بتاع الكابتن حسام حسن. هو غير طريقه لعبه؟ كابتن حسام يمكن في المباراه الاخيره دي يمكن الطريقه الجديده، هو دايما بيلعب 4-2-3-1. في المباراه الاخيره بقى بيعمل ايه كابتن حسام؟ طبعا فكره محترم جدا يعني مع النادي المصري، 4-4-1-1. بمعنى ايه دلوقتي؟
الواحد اللي هو تحت الفيرويد ده اللي هو الاس اس السكند سترايكر ده اللي بيجي من تحت هو احمد جمعه. ايه دور احمد جمعه ده اللي هو يعني هو بيلعب اربعه؟ لو قلنا التشكيل مثلا بوسكا في اليمين، كريم العراقي، اثنين ارتكاز اسلام صلاح واحمد ايمن منصور، اثنين قصدي قلبين دفاع، محمد حمدي باك شمال، اثنين في النص عمرو موسى وفريد شوقي، عبد الله جمعه مثلا ناحيه الشمال ومحمد الشامي ناحيه اليمين واحمد جمعه بيسقط تحت اسلام عطيه. ضحك على نادي الزمالك ازاي؟ هو على الورق كابتن طارق يحيى عارف ان احمد جمعه راس حربه وعارف ان اسلام عطيه بيجي من تحت، مش متوقع خالص ان احمد جمعه هو اللي ايه جاي من وسط هو اللي جاي من وسط الملعب. احمد جمعه انا شايفه عمل اهم دور في لعيبه النادي المصري. نقطه مهمه اللي انت بتقولها بالنسبه اهم دور اهو. بص حضرتك الخريطه الحراريه بقى، بص دي الخريطه اللي هي بتبين دي نالا عن موقع كورة ستاتكس عشان ياخد حقهم برضه. الخريطه الحراريه بتاعت المصري 4-4-1-1. الناس تقول لك ازاي؟ بص حضرتك الاثنين الفراوده اللي هو رقم 5 اللي هو 15 ده و37 الاثنين اللي قدام خالص. تمام. 15 ده احمد جمعه اللي قدام 37 ده اللي هو مين؟ اسلام عطية. دايما احمد جمعه ينزل يسقط ويفتح مساحه، يسحب الونش، يضحك على الونش يقول له تعالى معايا تعالى معايا يا ونش، ويسيب مساحه وراه فاضيه يوم اسلام عطيه يستغلها. دي اللعبه الاولانيه. الدور الثاني اللي بيعمله احمد جمعه وهو الضغط على طارق حامد. طارق حامد في الماتش ده اصلا كان ضايع بسبب ضغط احمد جمعه، مش بسبب ان هو وحش. احمد جمعه لعيب قوي جدا، لعيب من افضل المهاجمين في مصر حاليا، لعيب رزل بلغت الكوره، لعيب بيعمل ضغط عالي يعني مميز جدا في حته الضغط. كان هو كابتن حسام قايل له ما يعني ايه خليك مان تو مان مع طارق حامد. طب لما يعمل مان تو مان مع طارق حامد ايه اللي بيحصل؟ زود واحد في وسط الملعب مع فرقته. اللعيب لما بتضغطه مش هيطلع كرة سليمه. ايوه هي دي النقطه المهمه. الزمالك ما كانش بيحضر هجمه من تحت ليه؟ لان هو بيعتمدوا دايما ان طارق حامد بيعمل التمرير الطولي. كابتن حسام ذاكر صح، قال لك طارق حامد ده معدل التمرير الطولي بتاعه عالي جدا. طب انا هعمل ايه؟ اضغط على طارق حامد ده وافسد حته التمرير الطولي بتاعتهم، خليهمش يبنوا الكرة من تحت، وخلي الونش والاثنين المساكين اللي ورا اللي هو الونش وعلي جبر يعملوا التمرير الطولي. كان كله بيطلع في الاوت. لو بصينا على الحاله الفنيه في الفيديو، يا ريت نعرض الفيديو الاولاني. بص حضرتك اهو ادي الضغط العالي بسبب بص وقف ثانيه، لا ماشي نرجع ايوه بس وقف هنا. بص حضرتك طارق حامد اللي في نص الملعب ده احمد جمعه ماسكه مان تو مان، فعلي جبر هيجي يدور عايز يلعبها لطارق حامد، هيضطر يلعب الكره الطويله. الكره الطويله نمشي بقى يا جماعه، الفريق اللي عايز يكسب لازم يجهز كوره ويجهز هجمه. طبعا ايوه ماشي كده، ماشي يا جماعه، ماشي عادي. هنبص نلاقي علي جبر بيدور مش هيلاقي حد، هيلعبها مثلا للونش. بص حضرتك الونش هيلعبها فين؟ اي كلام فضل ثابت مع طارق حامد. ده الدور اللي هو اسلام عطيه. يبقى خلينا نشرح للساده المشاهدين والكابتن حسام كمان يبقى سامعنا اللي عمله المصري المباراه دي. احمد جمعه على الورق اللي هو راس حربه، لكن لا كان بينزل مع طارق حامد عشان الزمالك ما يجهزش. بيلعب كسكند سترايكر، بيلعب اس اس، بيجي من تحت اهو. طارق احمد جمعه اهو تحت اهو، اهو مكلف برقابه اللاعب طارق حامد. ليه؟ عشان امنع ان هو ممكن يكون مثلا في النادي الاهلي هيلعب على حسام عاشور. وبقى اللي راس حربه صريح هو اسلام عطيه. اسلام عطيه عشان كده هاكد لك بالحالات. انا جايب معايا خمس حالات، نمشي حاله ثانيه. الحاله الثانيه اهي، بص حضرتك هتلاقي برده ادي اهو. بص هنيجي نبوظ، هنلاقي بص اهو ده طارق حامد اهو اللي معاه الكوره. بص مين اللي ضاغط عليه؟ احمد جمعه. احمد جمعه بص الكره دي بدل ما تبني هجمه لنادي الزمالك، احمد جمعه هو اللي ايه هجمه مرتده، رغم ان يبان اللي قدام الناس ان احمد جمعه اصلا مش ان ما عملش ماتش حلو عشان ضيع كورتين ثلاثه، ولكن دوره التكتيكي في الملعب مهم جدا. الله ينور عليك. دوره التكتيكي يعني دي لقطه ثانيه. دي لقطه ثانيه. بص حضرتك ادي حارس الزمالك الشناوي هيلعب، هتلاقي طارق حامد واحمد جمعه مع طارق حامد اهو. لا بس انا جايبها عشان الحته دي، مبين للناس ان هو اخد حتى في الضربه الثابته تلعب مان تو مان معاه. فدي ده دور مهم جدا لاحمد جمعه، بدل ما كان بيلعب راس حربه لا ده بقى بيلعب تحت. وحتى في الخريطه الحراريه بينتها. نرجع اللقطه دي ثواني يا جماعه اللي هي التمرير الطول. ايوه بس بص حضرتك في الكره دي احمد جمعه، نوقف احمد جمعه اهو نازل تحت بيسحب معاه الونش، بيضحك على الونش، نازل بيه تحت عشان مين؟ اسلام عطيه يتحرك في المساحه الفاضيه. دي الحته اللي انا اتكلمت عليها اهو. احمد جمعه نزل تحت، الكره اتلعبت تمرير طولي في ظهر المساحه اسلام عطيه. اسلام عطيه ده برده اللي قدم شوط، رغم ان هو عنده حوالي 18 سنه الا انه بصراحه اول مباراه ليه تحسب لكابتن حسام بامانه. يعني ان هو بيدفع دايما باللعيبه الشباب يعني. فاسلام عطيه بص ادي دي كوره ثانيه. بص لا ثواني نوقف، وقف الكوره ديت عشان الناس تكون فاهمه. احمد جمعه بينزل كمحطه، يعني الدور الثاني اللي احمد جمعه بينزل كمحطه يلعب يفوز بالالتحام الهوائي ويتحرك في ظهره ويتحرك في ظهره. بص حضرتك الكوره ادي احمد جمعه نازل على طارق حامد، بياخد منه الالتحام الهوائي، بتتلعب بيبني هجمه في الطرف لمحمد الشامي. طيب هسالك سؤال فني مش عارف انت بقى هتقراه ولا لا.
اتفضل. النقطة اللي عايز اتكلم فيها النهارده، النادي المصري عنده مشكلة كبيرة مش زي النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي عنده وفرة عددية، المصري الأهلي مش مستغل صفقاته، وكذلك الصفقات كلها وباع لعيبة كتير، فده كان مضطر اللي يعمل كده ولا لأ؟ بالنسبه للمصري، بالنسبه لطريقه اللعب اللي هو غيرها، خصوصا اللي فيش لعيبه موجوده، هو مضطر يعمل كده. هو كمان يمكن هو عنده كابوريا بيلعب الحته دي، بس هو في حاجه في موضوع كابوريا عشان رايح الزمالك، او هو يعني في حاجه، لكن هو بالنسبه له كلاعب تاني يلعب الدور ده ممكن كابوريا، كمان ما بيلعبوش حتى ما نزلوش، يعني ما بيلعبوش خالص. فهو بدا يفكر ان انا استخدم احمد جمعه في الدور ده، واسلام عطيه ايه يتوغل في المساحات دي. يعني في نقطه كمان مهمه في النادي المصري، محمد الشامي انا بصراحه يعني لاعب مميز جدا، يعني انا كان يعني هو في النادي انبي وهيوقع لنادي الزمالك، كنت اتمناه بصراحه اشوفه في النادي الاهلي لانه لعيب مميز جدا عنده. انت هتجيب مين ولا نقطه انا كنت اتمنى بس هو يعني ايه عنده حته التحرك بدون كوره، وعنده اللي هو ممكن يكون بديل مؤمن زكريا ناحيه الشمال، اللي هي مثلا بيلعب برجله اليمين احنا محتاجين برضو واحد بيلعب برجله اليمين في تحت الاجنحه. فبك المكان دوت فيه لعيبه كتير، في لعيبه كتير جدا، بس احنا برضو محتاجين واحد بيلعب برجله اليمين يعني بصراحه. بس محمد الشامي لعيب مميز جدا، وكل مصدر برضو خطوره النادي المصري في الماتش ده، كل كوره وهجمه للنادي المصري جايه من اللاعب ده. اللاعب ده يمكن لو عرضنا حتى اخر لقطه هتلاقي الكوره هو بيتحرك دايما بيضحك على الباك اليمين كابتن حسام. يعني انا اتوقع ان هو هيلعب على المساحات اللي ورا علي معلول واحمد فتحي، هو دايما لما يجي لاعب النادي الاهلي بيحاول يستغل المساحات دي، يحاول مثلا ان هو بيضغط ضغط عالي ويلعب التمرير الطولي، بيستغل تحرك محمد الشامي. لو نفتكر مباراه الدور الثاني، لو جبنا حتى هدف النادي المصري في النادي الاهلي في مباراه الدور الثاني اللي هي 1-1، محمد الشامي اتحرك من ورا، اعتقد كان محمد هاني او باسم علي، حد فيهم كان اتحرك من وراه وقطع ولعبها تسقيطه. هو دايما عشان اكد على معلومتك او نشرحها بشكل اكتر، اللي هو بيستغل هي دي محمد الشامي المساحات الفاضيه اللي في ظهر الطرف اللي بيلعبها. اهي بص حضرتك، محمد الشامي قطع ازاي من ورا محمد هاني. دي دايما الكره اللي بيلعبوا، يعني النادي المصري دايما بيلعب عليها، وكابتن حسام ده فكره دايما لما يجي يلعب النادي الاهلي. فلازم طبعا احمد فتحي يكون حذر من طبعا من طب عايز اسالك في نقطه برضو فنيه، انت تابعت المباراه كويس، بترصد سواء المعلومات دي للكابتن حسام البدري او للجماهير. دايما في الدوري العام المصري كان ليه طريقه لعب واحده، هو الضغط على كل الضغط العالي قبل الاهلي كده، قبل الزمالك، قبل الماتش ما غيرش، عشان كده تلاقيه دايما ما بيتعادلش، يخسر يكسب. طبعا المباراه الاخيره دي السياسه اتغيرت ولا لا؟ ضغط من قدام ولا ما ضغطش؟ بالنسبه انا بتكلم كطريقه لعب اتغيرت، لكن كفكر كابتن حسام ما اتغيرش، اللي هو الفكر ايه؟ ان انا بضغط ضغط عالي، هيلعب برده قدام النادي الاهلي وقدام نادي الزمالك، فكر كابتن حسام ما بيتغيرش، ضغط عالي لازم اضغط امنع النادي الاهلي او نادي الزمالك ان هم يحضروا الهجمه من تحت، معروف ريتم على طول عالي، ودايما عشان تلاعب كابتن حسام حسن لازم تكون بتضغط ضغط عالي طول الماتش. كابتن حسام عمل حاجه حلوه جدا في المباراه اللي هي ايه الاولانيه بتاعت مروان محسن. عمل ايه كابتن حسام؟ دايما النادي المصري عنده لعبه مشهوره جدا، او كابتن حسام احمد ايمن منصور بيبني الهجمه من تحت، يعمل يلعب تمرير طولي، لعيب مميز جدا ويحسب طبعا بالتاكيد ان هو لعبه في المركز ده. احمد ايمن منصور عنده حته التمرير الطولي دايما، فراح عامل ايه في المباراه ديت؟ هي المباراه دي مروان محسن لعب مان تو مان زي ما عمل حسام حسن مع الزمالك، عمل كابتن حسام البدري مع كابتن حسام حسن في المباراه دي. مروان محسن بقى مفسد لهجمات المصري من تحت، كان بيرجع معاه مع احمد ايمن منصور، كان بيرجع معاه دايما يضغط عليه عشان ما يجهزش. فانا اعتقد برضو كابتن حسام هيعمل كده، هيمنع احمد ايمن منصور لانه دايما مميز بحته التمرير الطولي، دايما عنده حته التمرير الطولي، فدي نقطه مهمه جدا. يعني بص حضرتك ده المباراه اللي هي مروان محسن كان عامل دور دفاعي مهم جدا. هو المصري بيلعب 4-4-1-1، دايما محمد حمدي بيفتح، دايما تلاقيه منطلق، تحس ان هو جناح واخد حريه. وتلاقي ديفندر بيغطي عليه فريد شوقي. لا ولو عرضنا الخريطه الحراريه يا جماعه اللي هي خريطه التحركات، بص على حضرتك على الخريطه الحراريه اللي هو بتاعت محمد حمدي، اماكن تحركه فين قدام الزمالك، هتلاقي محمد حمدي في التلت الهجومي، تحس ان هو جناح، ودايما فريد شوقي يجي وراه يغطيه. هقول لك ليه، لان ما ينفعش لعيب طرف بيروح يعمل الهجمه وترجعه المسافه دي كلها بعد ربع ساعه يخلص منك، فده التحرك الصح اللي الديفندر راح يقفل منه. بص حضرتك رقم 19 اللي على الشمال ده خالص محمد حمدي، بص فين؟ في نص الملعب، هو الوحيد اللي متقدم، فدي مساحه برضه بيسيب مساحه كبيره وراه في ظهره. احمد حمودي لو لعب ورا دي تبقى ثغره للنادي. دي ثغره طبعا، انا شايف ان المساحات اللي ورا الطرفين الظاهرين عند النادي المصري دي ثغره كبيره جدا. يعني احمد حمودي او اللي لاعب مثلا الناحيه الثانيه مؤمن او لاعب وليد، بس اقول لك على حاجه بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها الكابتن حسام، ثلاثه تحت او قدام الاثنين
اوريدي هيجبره لاي طرف لازم يرجع. لا بس محمد حمدي بالذات بيطير بيديله مساحه يعني. ممكن الكريم العراقي اللي هو يمين يعني ما بيتقدمش قوي لانه لعيب صغير لسه خبراته قليله فتلاقيه خايف شويه، لكن محمد حمدي ما شاء الله بحس ان هو جناح. وبعدين الميزه كمان ان عبد الله جمعه بيعمل نفس اللي بيعمله وليد سليمان في المباراه الاخيره مع علي معلول. وليد سليمان تلاقيه قاطع وعلي معلول بيعمل الاوفرلاب من وراه. اللي بيحصل برده في النادي المصري نفس الكلام، عبد الله جمعه بيقوم قاطع وتلاقي مين محمد حمدي بيجري وراه. محمد حمدي لما بيتقدم بيسيب مساحه كبيره جدا وراه. دي اعتقد حمودي لو في حالته اعتقد ان حمودي ممكن يكون يعني رجل المباراه في المباراه دي لو حمودي في حالته، لان محمد حمدي يعني حتى احمد الشيخ في مباراه المصري والمقصه تعب جدا محمد حمدي، دايما بيتقدم وبيسيب مساحات وراه. دي نقطه مهمه جدا. معاك حاجه تانية مجهزنا ولا كده خلاص؟ لا معانا طبعا. إيه بالنسبه يعني بقيه نقاط قوه النادي المصري، يمكن احنا اتكلمنا على رقم واحد على اللي قلنا احمد جمعه والدور اللي بيعمله بيه، رقم اثنين قلنا محمد الشامي، رقم ثلاثه قلنا احمد ايمن منصور ودوره في تحضير الهجمه، رقم اربعه والنقطه المهمه جدا اللاعب فريد شوقي. فريد شوقي واحد من افضل الديفندرات في مصر، بيبذل مجهود عنده كتير، باور وطاقه في وسط الملعب طبعا. يعني انا شايف بالنسبه لي يعني يعني بالنسبه لي شايف ان مثلا حسام عاشور، عمرو السوليه في النادي الاهلي، وهشام محمد مثلا لما كان في المقصه رقم اربعه يجي وراهم على طول فريد شوقي. بامانه دول الاربعه المميزين طول الموسم. فريد شوقي لعيب برده معدل الورك ريت بتاعه عالي جدا، عامل زي مثلا اكرم توفيق كده، لعيب جراي جدا، لعيب رزل، لعيب بيعمل فاولات تكتيكيه كتير جدا في الملعب. بلغه الكوره عشان بعض ممكن يزعل من الكلمه دي. طبعا بلغه الكوره يعني فريد شوقي لعيب مميز وممكن يستحق كمان مع الايام ان هو يروح منتخب مصر يعني. وبعدين دوره مهم جدا في حته بناء الهجمه، تلاقي اكتر لاعب بيعمل تمريرات في النادي المصري زي ما قلنا حسام عاشور، الناحيه الثانيه فريد شوقي، وعنده حته بناء الهجمه، دي نقطه مهمه جدا. وبعدين دوره الخفي ان هو بيروح يغطي ورا محمد حمدي، دي نقطه مهمه جدا. ففريد شوقي انا شايف طول ما انت بتضغط على لاعب فريد شوقي تمنع يعني المحطه الثانيه الاستيشن الثاني زي ما قلنا في النادي الاهلي، المحطه الاولانيه احمد ايمن منصور، الاستيشن الثاني هو فريد شوقي. دول النقطتين طبعا لو ضغطت عليهم بضغط عالي سواء فريد شوقي او احمد ايمن منصور هتمنع النادي المصري من ان هو طبعا ايه يحضر هجمه، ودي نقطه مهمه جدا. طيب الحاجه اللي انا عايز اقولها بحييك عليها، الفكره اللي اتغيرت في مباراه الزمالك المصري امام الزمالك ان احمد جمعه بالنسبه لما فيش اوراق كتير هو بينزل في وسط الملعب عشان يعمل الواجب الدفاعي وعشان يفسد الهجمه اللي حد يحضر الهجمه وعشان يضحك على الوينج. ودي انت بتقول لكابتن حسام يخلي باله هو برضه هيعمل كده، هيحاول ان هو احمد جمعه، لان اللي هو لسه فكره محدش فهمه يعني. حتى في الاستوديوهات التحليليه محدش كان بيتكلم ان المصري بيلعب 4 4 1 1 بامانه شديده. فهو لسه برضه ممكن يكون هيجرب الطريقه دي، ان انا احمد جمعه عايزه ان هو يسحب لتحت وينزل لتحت بحيث ان هو يسحب محمد نجيب، هيقول له خد محمد نجيب معاك وفضي المساحه اللي ما بين نجيب ومعلول كريم العلاء يجري فيها. اعتقد ان ده هيبقى فكر كابتن حسام، ان هو هيقول له محمد نجيب اسحبه لتحت يا احمد يا جمعه طبعا كمحطه، ويفضي المساحه اللي ما بين معلول، او العكس زي ما هو مثلا عملها في مباراه الاهلي المصري لما شفناه يسحب مثلا رامي ربيعه ويلعب في المساحه اللي ما بين احمد فتحي ورامي ربيعه. طيب الوقت جري معاك، بنشكرك جدا جدا دكتور احمد على المعلومات القيمه، ودايما بترصد حاجات كويسه تفيد النادي الاهلي، سواء ايجابيات عند النادي الاهلي وسلبيات، وسواء عند المنافس ايجابيات وسلبيات. شرفتني ونورتني وببقى سعيد بلقائك دايما يا دكتور. انا اللي اسعد، وشكرا لحضرتك على الاستضافه. بشكرك شكرا جزيلا. شعارنا النهارده في الحلقه كان الكاس يا اهلي. ان شاء الله بعد غياب 10 سنوات لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قدها وقدود، بذلنا مشينا في مشوار محترم، وصلنا عن جدارة المباراة النهائية، عندنا ثقة كاملة في الجهاز الفني واللاعبين. وأكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير، وروح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها.